بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدات والسادة النواب المحترمين. افتتحت الجلسة، نخصص هذه الجلسة الأسئلة الشفاهية لمراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول الأعمال 30 سؤال تهم القطاعات التالية: التجهيز والنقل واللوجستيك، الماء وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التربية الوطنية والتكوين المهني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، قطاع المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الأسرة والتضامن، المساواة والتنمية الاجتماعية، إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الاقتصاد والمالية، ثم الأوقاف والشؤون الإسلامية. في البداية نستمع إلى المراسلات الواردة على الرئاسة، فليتفضل السيد الأمين لتلاوتها مشكورا. سيد الرئيس، توصلت رئاسة المجلس من المحكمة الدستورية قرار رقم 72/18 الذي صرحت المحكمة بموجبه برفض طلب الرامي إلى إلغاء نتيجة اقتراع الجزئي الذي أجري في 7 سبتمبر 2017 بالدائرة الانتخابية برشيد ديسمبر. القرار رقم 73/18 الذي صرحت المحكمة بموجبه بشغور المقعد الذي كان يشغره السيد علي قيوح المنتخب عضوية الدائرة الانتخابية المحلية تارودانت الجنوبية، وبدعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في اللائحة الترشح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغر المقعد الشاغر لما تبقى من الفترة النيابية الحالية. توصلت رئاسة المجلس النواب 122 سؤال شفويا، 222 سؤال كتابيا، 240 جواب عن الأسئلة الكتابية. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الأمين. أود أن أخبر السيدات والسادة النواب المحترمين بأنه سنعقد جلسة عمومية يوم غد إن شاء الله على الساعة 11 صباحا، وأخرى على الساعة 3 مساء بعد الظهر. أي الجلسة ديال الصباح غتكون مخصصة للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة غدا مع 11، والجلسة الثانية اللي غتكون يوم غد إن شاء الله على الساعة 3 ستخصص لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بمساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة على المجال القروي والجبلي بالمغرب. كما أخبركم بأن الرسالة توصلت برسالة من السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يخبر فيها بأن السيدة كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان بأنها ستنوب عن السيد الوزير لأنه موجود في مهمة بالخارج، وعليه فالسؤال المدرج في جدول الأعمال في آخر الجلسة سيرتب مباشرة بعد الانتهاء من أسئلة السيد الوزير. إذن على بركة الله نشرع في
مدارسة جدول الأعمال وهناك نقطة نظام. تفضل سيد الرئيس. هناك شكرا سيد الرئيس. فقط سيد الرئيس نريد إخباركم والسيدات والسادة النواب ومن خلالهم الرأي العام الوطني بأن الفريق الاستقلالي قد اتخذ قرار الانتماء إلى المعارضة ابتداء من يوم 23 أبريل بناء على القرار الذي اتخذه المجلس الوطني المنعقد في يوم 21 من هذا الشهر 2018، وذلك بتغيير موقفه من المساندة النقدية للحكومة إلى المعارضة على حسب الأسباب التي وردت في البيان. وعليه السيد الرئيس أرجو منكم يعني حسب المادة 66 من النظام الداخلي في فقرتها الأولى والثانية اتخاذ الترتيبات اللازمة لتفعيل هذا القرار. وشكرا لكم سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. وستطبق مقتضيات النظام الداخلي بعد التصريح الكتابي بهذا الأمر. نقطة نظام. تفضل سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. للسيدات والسادة النواب المحترمين، نقطة نظام عندها علاقة بالجلسة الأسبوعية ديال الأسئلة الشفوية، وانطلاقا من الحرص ديالنا على أن هذه الجلسات تؤدي الدور ديالها الرقابي ديال المؤسسات التشريعية على السلطة التنفيذية. كنت على مستوى المكتب ديال المجلس السيد الرئيس ناقشت الكيفية ديال المعالجة ديال التغيبات ديال الوزراء، وكيف يمكن حث الوزراء على الحضور لهذه الجلسة، لأن هناك من تغيب لأكثر من سنة وهذا غير معقول. تنقلها من موقعنا في الأغلبية، هذا غير معقول باش تكون تغيبات لأكثر من سنة لقطاعات وازنة. فلذلك حنا تنقولوا ذكرتي على مستوى المكتب في كيفية تفعيل هذا الأمر، ينبغي تفعيلوا ما اتفقتم عليه على مستوى المكتب. وشكرا. شكرا السيد الرئيس. وسنتابع هذا الأمر على مستوى المكتب. إذا بالقطاع الأول أسئلة موجهة لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. نبدأ بالسؤال الأول للسيدات والسادة النواب من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. السادة الوزراء، السيدة الوزيرة، السادة النواب، السيدة النائبة المحترمة. سؤالنا السيد الوزير عن المبادرات التي ستتخذها الحكومة لتأهيل الطرق الوطنية والجهوية ببلادنا وإصلاحها في أفق استجابة لمستعملها. شكرا سيد الوزير. جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. شكرا المجموعة النيابية على هذا السؤال. هو في حقيقة سؤال أكثر من هام لأنه يتعلق بالرصيد الطرق ديالنا. وأنا سبق لي قلت في هذا المجلس الموقر أن طول الشبكة الطرقية المصنفة حوالي 58 ألف كيلومتر، والقيمة ديالها يعني في الحد الأدنى تتجاوز 250 مليار ديال الدرهم. وطبيعة الحال تطرح علينا واحد العدد ديال التحديات فيما يتعلق بالصيانة ديالها والعصرنة ديالها. أنا بغيت غير نخبر السيدات والسادة النواب أننا نخصص تقريبا نصف الميزانية المخصصة لمديرية الطرق للحفاظ على المستوى الحالي للشبكة من خلال إنجاز حوالي 2000 كيلومتر سنويا من عملية تقوية وتكسية، وتوسيع حوالي 600 كيلومتر، وترميم وإعادة بناء حوالي 60 منشأة فنية، واحد الغلاف مالي سنويا تيناهز 1.65 مليار ديال الدرهم. بطبيعة الحال كاين واحد العدد ديال الضغوطات، كاين الارتفاع السنوي ديال حركة السير معدل 6%، كاين بطبيعة الحال حتى الإشكالات ديال التغيرات المناخية. وهذا بطبيعة الحال تيستلزم أنه في الأفق الآفاق المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالمخطط المديري للبنية التحتية الطرقية التي نشتغل عليه، أن نرفع من هذه الميزانية إلى حوالي 3.5 مليار ديال الدرهم إذا أردنا فعلا أن نحافظ على مستوى معين كما هو منصوص عليه على المستوى الدولي. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تعقيب سيد النائب. تفضل. السيد الوزير
على هذه المجهودات اللي كتقوموا بها وزارتكم في شق التجهيزات الاساسيه والبنيه التحتيه. السيد الوزير اليوم حنا كنهضروا معك، حنا ما كنعرفوا، حنا ما تقنيين ما والو في هذا الميدان. الوزاره كدير مجهود، ولكن كدير مجهود كتستثمر اموال كثيره في الطرق. المثال في اقليم تاونات كاين اشغال كاينه في اقليم تاونات، ولكن السيد الوزير ما كاينش المراقبه. انا كنمشي مثال الطريق رقم 510 الرابطه بين بني وليد مرورا بطهر السوق لكنول، كنشوفوا الاشغال قائمه دابا في عين المكان. في التدشينات على ان المنعرجات ما غاديش يبقاو، هاد المنعرجات ما يبقاوش باش تسهل الاموريه ديال الحركه ديال السير. دابا كنشوفوا الاشغال كاينه، البطء ديال الاشغال كاينه، الاشغال بلينور ما كايناش. وشكرا سيد الوزير. شكرا. هل هناك من تعقيب اضافي؟ تفضل سيد الوزير. ثواني نمر الى السؤال الموالي. بعد ثواني تفضل سيد الوزير. سيد النائب راه ما كايناش شي حاجه ما تتخضعش للمعايير، لان كاينه دراسه اوليه. شكرا. كاين دفتر تحملات وكاين مراقبه اذا كان شي إشكال. شكرا سيد الوزير. نمر الى السؤال الثاني في نفس القطاع لسيدات السادة النواب من الفريق الاستقلالي الوحده والتعادل. تفضل سيد النائب. واحد تفضل. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير باسم فريق الاستقلال والوحده والتعاون الدولي وسائلكم عن الشبكه الطرقيه في المناطق النائيه، اي تصور، اي استراتيجيه، ما هي التدابير المتخذه لمعالجه المشاكل المطروحه في هذا الاطار؟ شكرا. تفضل سيد الوزير الجواب. التصور اللي كاين هو اللي تكلمت عليه الان. عندنا مخطط وطني للبنية الطرقية نشتغل عليه الأفق ديال 2035، ما نسمي بالفرنسية لو سنير، اللي غيخلينا بطبيعة الحال نستحضروا جميع الإكراهات بما فيها الإكراهات المادية، وكذلك الطلبات على الطرق، وكذلك هذه القضية ديال التكامل ما بين مجموعة ديال الإمكانيات ديال لي مود دو ترونسبور. بطبيعة الحال كاين واحد العدد ديال الأمور دارت، راك سولتوا حتى على القضية ديال الحوز، كاين واحد العدد ديال الامور اللي دارت في الحوز خاصه ما بين 2015 2017 تقريبا واحد 761 مليون ديال الدرهم، وكاين الان واحد الانجاز ديال 554 مليون ديال الدرهم، وهناك عدد من المحاور الطرقيه مبرمجه 2018 حتى 2022. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تعقيب سيد اللاعب. سيد الوزير على هذه التوضيحات. كما يعلم الجميع بان الطرق هي دعامة أساسية للتنمية، ومن خلال هذا سميتو الرد ديالي السيد الوزير هناك محاور متعددة فيما يتعلق به. هناك طرق وطنية جهوية وإقليمية. فيما يتعلق بالطرق الوطنية هناك فعلا مجهود بذاته الوزارة فيما يتعلق بالطريقة الوطنية 9، ولكن فيما يتعلق بالطريقة الوطنية 7 هناك مجهود ولكن غير مكتمل لأنه علاقة بمراكش لتارودانت. هناك طرق أخرى يعني كتعلق إقليمية ينقصها يعني الصيانه وبالتالي يعني التوسعه والتقويه ديالها. هاد الطرق هي 2017 اللي من مراكش للاستفاضه معه، و2030 ديالو كيبنوا الى منطقه هي سياحيه دوليه. كذلك هناك طريق 2012 من مراكش لسيدي عبد الغيات. هناك واحد المجموعه ديال الطرق على صعيد اقليم الحوز السيد الوزير يعني محتاجه. شكرا. الى عنايه. شكرا. تعقيب اضافي فريق الاثار والمعاصرات تفضل. شكرا سيد الوزير. في نفس السياق ديال المسالك الطرقيه بالعالم القروي، كنعرفوا بانه العديد من المناطق والجماعات الترابيه باقي كتعيش عزله، وبعد الامطار ديال الخير عاشت عزله مضاعفه. بغينا نعرفوا استراتيجيه ديال الوزاره، ولكن اكثر من هذا الشيء كاين مجموعه الجماعات القرويه سيد الوزير دارت باتفاق مع مدراء الجهويين ديال الوزاره، خدات مشاريع اتفاقيات ودوزتها في الدورات، وخصت اعتمادات ماليه باش يفك تنسيق مع الوزاره باش تفك
ولا تسلك بعض الطرق، ولكن الى حدود الساعه الوزاره ما جاوباتش، والمواطنين كيستناو، خصوصا انه الدورات صدقت والمواطنين كيقولوا شنو كيستناو، علاش الرئيس وعلاش الجماعه ما دارتش الشغل ديالها، ولكن حيت الوزاره باقي كيستناوها ما استجبتش لهذه الاتفاقيه ديال الشراكه بعد الوعود اللي تعطات في العديد من الجماعات وخصوصا في منطقه الشمال. شكرا سيد الوزير. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ تفضل سيد الوزير. غير فيما يتعلق بالسؤال اللي طرحتيه على الحوز، انا طلبت منهم يعطيوني التفاصيل. كاين واحد العدد ديال الطرق الاقليميه كلها مبرمجه في 2018 2022، طريق اقليميه 2028 2021 2016 2012 2022 2019 2017 2024 كلها تقريبا بواحد الغلاف مالي ديال 266 مليون ديال الدرهم، واغلبها تتعلق بالتوسيع والتقويه. بلا هذاك الشيء اللي تكلمت عليه ما تم انجازه، دخل هنا واحد العدد المحاور اللي تكلمت عليها بحال المحور ديال اوريكا سيتي فاطمه. فيما يتعلق بالتعقيب الثاني ديال السيد النائب، ما عرفتش انا هاد الاتفاقيات، واش نتوما دوزتوا اتفاقيات في الجماعات اللي تتكلم عليها؟ لان انا اللي عارف في الشمال كاين واحد العدد ديال الطلبات حتى على مستوى الجهاز تجبنا ليها، لكن بطبيعه الحال الاتفاقيه ما تتولي نافذه حتى يتم الاتفاق عليها بين مختلف الشركاء. وعاده ما تتكونش وزاره التجهيز والنقل واللوجيستيك بوحدها، الا تتكون حتى المديريه العامه للجماعات المحليه وتتكون كذلك الجهه. فاذا كان هذا الاتفاق مع الشركاء عموما. شكرا. عموما هذا الشيء. شكرا. نمر الى السؤال التالي. السيد ما فرق العداله والتنميه؟ تفضل سيد النايم. السيد الوزير، اقليم اسفي كينتظر من الميناء المعدني الجديد ان يحرك عجله التنميه الاقتصاديه بالاقليم ويساهم كذلك في تطوير الاقتصاد الوطني. اين وصل هذا المشروع السيد الوزير؟ وشكرا. جواب السيد الوزير. شكرا للسيد النائب. فعلا المشروع ديال الميناء الاسفي كما جاء في سؤالكم مشروع مهم جدا، سيكلف حوالي 4.1 مليار ديال الدرهم. واعتقد ان السيد النائب ومجموعه النواب قاموا بالزياره ديال هذا الميناء، والميناء ان شاء الله في المرحله ديالو الاولى اللي تتعلق بانجاز المرصف او الرصيف الخاص بالفحم الحجري ستنتهي بها الاشغال ان شاء الله قبل ما تم السنه ديال 2018 باذن الله. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تعقيب سيد النائب. شكرا السيد الوزير. فعلا قمنا بالزياره ديال هذا الميناء باعتباره ورش مهم، وهذه مناسبه اولا كنشكرك على المتابعه ديالك لهذا الموضوع، وفي نفس الوقت كنجددوا الترحم على مجموعه من الشباب اللي وفاتهم المنيه خلال حادث ماساوي عرفوا هذا الميناء. كنتمنوا السيد الوزير انك توقف على الملابسات ديال هذا الحادث من اجل ترتيب المسؤوليات وانصاف ذوي الحقوق. السيد الوزير، هذا الميناء هو ورش مهم، ولكن هذا التأخر اللي عرفوه الميناء خاصة على مستوى الرصيف المتعلق بالفحم الحجري للأسف ولات عنده كلفة على مستوى المدينة، ولاو الشاحنات ديال الفحم الحجري كيمروا من وسط المدينة دون احترام الشركة الناقلة المسار المتفق حوله. ثانيا السيد الوزير، اليوم هذا الميناء عليه رهان كبير في ثلاثة ديال المستويات. المستوى الأول مرتبط بالرصيف التجاري واللي ممكن يكون واحد النقطة ديال الانطلاق على مستوى الديناميه الاقتصاديه ديال جهه مراكش اسفي بشكل عام، وعلى المستوى الاقليم بشكل خاص. ثم يعني الدور اللي ممكن يلعبوا فيما يتعلق بالانشطه الفوسفاتيه، اليوم مازال المدينه تعاني مع هذه الانشطه خاصه من خلال استخدام الميناء القديم والمرور ديال مجموعه من المواد الفوسفاتيه وكبريتيه بالنسبه للمدينه ديال اسفي. ايضا السيد الوزير، الشركه اللي هي معنيه بالاشغال ديال الميناء التزمت باصلاح مجموعه من الطرق، ولكن للاسف على المستوى العملي لم تقم بهذا الامر، خاصه الطريق الرابطه بجماعه خط زكان والغيات وانكا. لهذا السيد الوزير كنتمنى انكم تشرفوا على هذه العمليه وتسرعوا بالاجراءات اللازمه لاستفاده ابناء اسفي من فرص الشغل بعد انطلاق الميناء والقيام ديالو بالاشغال ديالو اللازمه في هذا الدور. شكرا. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي؟ تفضلي السيده النائبه الاثار والمعاصره. ملي بدا هذا المشروع ميناء اسفي
استبشرت الساكنة خيرا وخصوصا الشباب، ولكن اليوم لقينا راسنا أمام تجاوزات وخروقات ومشاكل خطيرة. اليوم أصبحنا أمام فضيحة ما كتهمش فقط ساكنة أسفي، ملتهم المغاربة جميعا. والمشكل ماشي غير مشكل ديال المشروع، ولكن الأشخاص مهددون، الأشخاص في خطر، السفن في خطر. اليوم مشروع ميناء أسفي أنتم مطالبون باش تفتحوا تحقيق، وساكنة أسفي لن تقبل أقل من ذلك. هل هناك تعقيب آخر إضافي؟ تفضل سيد الوزير. سيدة النائبة، ما عرفتش عن أي فضيحة تتحدثين وعن أي ميناء ديال أسفي. المناسبة ميناء أسفي، غير باش نذكرك السيدة النائبة، صحيح بعض المطايات، 4.1 مليار ديال الدرهم، مشروع غالي، وقعت في إشكالات كما تقع في جميع المشاريع في العالم، وليس حكرا وليس بدعا في هذا المشروع هذا. وهذا المشروع ما فيه لا فضيحة لا والو، هذه كانت شقوق في الميناء في الرصيف ديال الفحم، وهذا الرصيف أعيد بناؤه كاملا لأنه كان مازال ما سالاش. وهذه الحادثة اللي وقعت اللي حنا تنترحموا فيها على هذوك اللي وقعت لهم اللي توفاهم الله عز وجل، هذا من الحوادث التي تقع، ومع ذلك نحن فتحنا فيها تحقيقا في هذا الموضوع. وأنا شخصيا أتابع هذا الميناء عن كتب وزرته 3 مرات، وغيكون عنده إن شاء الله ماشي أثر فقط على الجهة وعلى المنطقة الأسفي، لكن عنده أثر كذلك على المستوى الوطني، لأن هذا الفحم عنده 2 ديال الأمور أساسية. هو الفحم الحجري لأنه مرتبط بالمحطة الحرارية ديال أسفي التي ستنتج حوالي 25% من الاحتياجات الكهربية للمملكة، وفيه أمر مرتبط بالمكتب الشريف للفوسفات، والمكتب الشريف للفوسفات الآن يطور إنتاجه ويطور مشاريعه، وعنده واحد التكامل مع مختلف المناطق ما بين أسفي وما بين اليوسفية وما بين الجرف الأصفر، وهذا يأتي في هذا الإطار. بالطبع عندما سأقول سيكون عنده أثر إن شاء الله، أكيد سيكون عنده أثر على المستوى الوطني، لكن أكيد ستستفيد الشغيلة ديال المنطقة وديال الجهة من هذا المشروع اللي هو مشروع مهيكل ومشروع ضخم. شكرا سيد الرئيس. شكرا. نمر إلى السؤال الرابع، فريق الاستقلال الوحدة والتعادلية. تفضل سيد النائب. شكرا. السيد الوزير يراهن البرنامج الوطني الجديد للطرق القروية على بناء وتهيئة طرق ومسالك جديدة لفك العزلة على المناطق القروية، فإلى أي مدى تم تنفيذ هذا البرنامج؟ وما هي المعايير المعتمدة لتحقيق العدالة المجالية في الإنجاز؟ شكرا. جواب سيد الوزير. كما تفضلتم السيد النائب، إذن هذا مشروع بطبيعة الحال مهم جدا، فيه 2 ديال المحاور فيما يتعلق بالطرق. نتحدث الآن عن الطرق بطبيعة الحال. كاين 22,000 كيلومتر و 250 منشأة فنية بتكلفة تقدر 28 مليار ديال الدرهم، وكاين ما يتعلق بالطرق المصنفة 8,000 كيلومتر 180 منشأة بتكلفة ديال 8 مليار ديال الدرهم، إذا 36 مليار ديال الدرهم. هذا مشروع بطبيعة الحال بني أساسا بمراعاة العدالة المجالية، لأن تم الاشتغال فيه مع الجهات والاشتغال مع القطاعات الوزارية، وشرع فيه فعليا في 2017، ونحن الآن في 2018. هناك واحد العدد ديال المشاريع مبرمجة على طول التراب الوطني فيما يتعلق بهذا المشروع ديال تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية في العالم القروي والمناطق الجبلية. تعقيب سيد النائب. السيد الوزير، حقيقة كما ذكرتم هذا البرنامج مهم وطموح، بدليل أنه كيغطي 73 إقليم، 859 جامعة قروية، 7761 دوار، بما بلغ إجمالي استثماري ديال 36 مليار. ولكن حنا اللي كنلاحظوا بصفة عامة في الميدان ديال تنفيذ الطرق في العالم القروي بالخصوص، كتعرف واحد البطء كبير، بحيث الوتيرة ديال التنفيذ كتمشي ببطء شديد. لذلك نلتمس باش تعطي الوزارة التعليمات على المستوى ديال المديريات الجهوية باش تسرع في التنفيذ ديال البرنامج. وبالمناسبة مادام ذكرتم السيد الوزير على القضية ديال الشراكة مع الجامعة الترابية، أذكر بالبرنامج التعاقدي اللي عندكم مع الإقليم ديال تازة، واللي القيمة ديالو الاستثمارية 55 مليار سنتيم،
فمن جمله 10 ديال المشاريع اللي مبرمجه. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيب اضافي؟ تفضل سيد النائب. تقدم الاشتراكيه بحال فريق الحركه عفوا. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير، برنامج الوطني للطرق، هناك مجموعه من الاقاليم اللي مازال عندكم يعني لم تستوفوا الاتفاقيات المطروحه في هذه الاقاليم، يعني كنتكلموا هنا على الجماعات. وحنا عارفين السيد الوزير بان كاين عندكم اشكاليه بالنسبه للدفعات ديال الجماعات يعني اللي هي معنيه بهذا البرنامج. فاليوم السيد الوزير حنايا كنتكلموا على الخميسات اللي حنا مستعدين كمجلس اقليمي اننا نديو القسط ديال الجماعه الترابيه باش تنفذوا يعني هذا المشروع هذا وتكملوا يعني الاتفاقيات اللي عندكم معنا في الخميسات. وشكرا. رد السيد الوزير. هناك تعقيب اضافي اخر عفوا. تفضل فريق الاتحاد الاشتراكي. السيد الوزير، حنا كنتحدثوا على البرنامج المقبل، وحنا في اقليم قاسي في البرنامج السابق باقيين عندنا جوج عمليات، الطريق السيدي الفضيل في الساكا والطريق الصباب. الجهه والمجلس الاقليمي اداو الحصه ديالهم، وانتم ما يزيد على المشروع حنا كننتظروا على الصفقه ومازالين. شكرا. رد السيد الوزير. تفضل. فيما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق المجاليه والاجتماعيه، غير باش نشير، راه كاين فيه مجموعه ديال المتدخلين، كاين الشق اللي مرتبط بوزاره الجيز والنقل واللوجيستيك والماء، كاين الشق اللي مرتبط بوزاره الفلاحه، وكاين الشق اللي مرتبط بالجهات. انا قلت بانه الحكامه ديال هذا المشروع انتهينا منها، بدانا فعليا في 2017 2018 2019 2021 غادي نوصلوا السرعه القصوى لفيتاس دو كروازير ديالو. انا قلت هذا المشروع خصنا ننتبهوا له، 36 مليار ديال الدرهم خصنا نحاولوا كاملين انها تتم بالجوده المطلوبه، لانه راه حنا سالينا البينيغ 1 والبينيغ 2 وتقريبا البماط وهذا، وهذا غيكلفنا تقريبا في هذه السنوات كلها تقريبا 71 مليار ديال الدرهم. ما يتعلق بالتعقيب ديال السيد البرلماني من الخميسات، اذا دارت الدفعات حسب ما يقول السيد النائب وزاره التجهيز والنقل جاهزه باش هذه العمليه تقوم بها. فيما يتعلق بالسؤال اللي طرحه السيد النائب، في اعتقادي كنت طلبتي اجتماع ودرتيه مع المستشار ديالي في الديوان، اقول للمره المئه فيما يتعلق بالبرنامج الوطني الثاني للطرق القرويه اللي غنناقشوه غدا في مجلس النواب، جميع اقول جميع من التزم بالدفعات ديالو وزاره التجهيز والنقل غادي تعطي الاولويه. شكرا. لست متاكدا من هذا الامر فيما يتعلق. شكرا سيد الوزير. نمر الى السؤال الخامس من فريق الاستقلال الوحده والتعادليه. تفضل سيد النائب يطرح السؤال. رئيس، السيد الوزير، العديد من الطرق والقناطر توجد في وضعيه مترديه وغير صالحه للاستعمال، خاصه بعد التساقطات المطريه الاخيره، فهل لدى الوزاره برنامج استعجالي لمعالجه وضعيه هذه الطرق وما هي التدابير المتخذه لاصلاحها؟ جواب سيد الوزير. سيد النائب، يبدو انكم تتحدثون على ما نسميه في وزارة الجيز والنقل بالقناطر المغمورة، وهي موجودة وكثيرة في بلادنا، لأن هذه المنشآت الفنية تتجاوز 9600 منشأة فنية وفيها واحد الجزء كبير مغمور وأصبح تيدير إشكالات من اللي وقعت التغيرات المناخية. البرنامج ككل تيكلف حوالي 5 مليار ديال الدرهم، سنقوم به على سنوات، لكن فيما يتعلق بالإقليم ديال تازة على الوجه الخصوص لأن جا في السؤال ديالكم، هناك مجموعة من الأمور تدار الآن، خلي الاتفاقية اللي تكلمنا عليها اللي سول عليها السيد النائب، لكن فيما يتعلق بالمنشآت الفنية هناك أغلب الدراسات أطلقناها، من بعدها نشوفوا التمويل ديالها إن شاء الله. شكرا. تعقيب سيد النائب. الطريقة التي تتم بها عملية الإصلاح بطيئة جدا ومتأثرة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطنين في تنقلاتهم ويؤثر على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب من الوزارة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة إنجاز وإصلاح العديد من الطرق والقناطر بهدف تحسين وضعيتها، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم تازة المعروف ببناء طرق بدون قناطر لتصبح الساكنة في عزلة تامة أحيانا، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وعزهم عن قضاء مآربهم اليومية.
هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، إن الطريق الإقليمية 212 الرابطة بين إيمينتانوت ومراكش أصبحت عبارة عن حفار تعيق عملية السير وتسببت في حوادث سير مميتة، إذ نطلب من السيد الوزير العناية بها وإصلاحها والتعجيل بترميمها. كما أن الطريق رقم 2022 رابطة بين الطريق السيار شيشة والطريق الإقليمية 212، وبالرغم من حداثة إصلاحها وتعبيدها عرفت عدة اختلالات وعدة خروقات، نطلب من السيد الوزير إفادة بعثة للوقوف على مجمل الخروقات، وشكرا. أرد السيد الوزير. هناك تعقيب آخر، تفضل الأسرة المعاصرة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، انا غادي نقول لك مباشره الطريق 2007 اللي انطلقت من طريق الوطنيه رقم 8 ما بقاش قدر حتى واحد يدوز منها، هي تصلحات فعلا وساعت ومشات لمينتانوت، تتمشي من الودايه اي تيمور مجات تتمشي للسب ديال مزوده كتمشي لمينتانوت. هذا الطريق اليوم فيها واحد العدد ديال الاموات، بغينا السيد الوزير يقول لنا شحال مات غير في 2018 وهاد السنه. انا والله ما باقي قدرت، انا تنسكن تما ما تنقدرش باقي نمشي لمينتانوت، والناس كلشي تيتخوف اليوم. بغينا السيد الوزير تشوف شنو وقع، راه الطريق راه مزيانه ولكن تحفر مترو من هنا ومترو من الجهه الاخرى، ولاو الناس تيتسطحوا بيناتهم، ما كاين لا واتساع موجود وصوبتوا الطريق، ولكن خص هذوك اللي تما يمشيو يشوفوا هذيك الطريق. شكرا السيد الوزير. رد السيد أرد السيد أرد السيد الوزيرو تعقيب إضافي آخر، تفضل. حيت دخلنا في المحلي حدا الدار عندي بحرقة واحد البولاعة في الصوبة حتى هي. تفضل السيد الوزير. لا سيد الرئيس. تفضل السيد الرئيس. تفضل السيد الوزير. أرد يا سيد الوزير. تفضل سيد الرئيس. ما قامت به الدولة المغربية، وأقول الدولة المغربية، ما بين البرنامج طرق القروية الأول وبرنامج طرق القروية الثاني، صوت السيد الوزير، وما بين برنامج التأهيل الترابي، وهذا اللي اعلن عليه جلاله الملك ديال تقليص الفوارق المجاليه والترابيه حوالي 70 مليار ديال الدرهم، علما السيد الرئيس ان هذه الطرق هذه لحد الان بنيت وانجزت ولم نحسم بعد في من سيتكفل بصيانتها، لان خارج الطرق المصنفه التي تتكفل بها وزاره التجهيز والنقل واللوجيستيك الطرق الأخرى غير معروف الآن مع الأسف الشديد من سيقوم بذلك، فهو جهد كبير بطبيعة الحال. سيد الوزير، سيدة السادة النواب، الإنصات الله يجزيكم بخير. لخص السيدة والسادة النواب يأخذون بعين الاعتبار الآن بطبيعة الحال إذا كانت هناك بعض التعقيبات، ما عرفتش يمكن النظام الداخلي يسمح بهذه القضية، المرة الجاية يقولوا لنا غيكون تعقيب على الطريق الإقليمية 2204 باش يمكن لي نجاوب الساده النواب، والا غيولي يعني تعقيب ولكن ما كاينش الجواب، لانه الطرق الاقليميه في بلدنا اكثر من ان تعد وتحصى. على كل حال هذا الشيء مسجل سننظر فيه اذا كان فعلا في بعض الاشكالات. شكرا سيد الرئيس. نمر الى السؤال الموالي لسيدات الساده النواب من فريق التجمع الدستوري. السؤال رقم 6. تفضل السيد النائب يطرح السؤال. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، تثير عملية جرف الرمال ببعض المناطق امتعاض عدد من الهيئات المدنية وغيرها، كما هو الشأن بالنسبة للمهدية أقليم قنيطرة والعرائش والجديدة، وذلك نتيجة الخوف من التأثير السلبي على البيئة وتراجع نشاط الصيد بعد تدمير مجالات توالد عدد من الأسماك والأحياء البحرية، كما يعمد بعض المستغلين إلى عدم احترام مناطق الاستغلال المرخص فيها بالجرف، علما أن الرمال المستخرجة لا ترقى جودتها للمستوى المطلوب للبناء. السؤال السيد الوزير عن التدابير
والإجراءات التي تنوون اتخاذها لوقف أو ضبط عمليات جرف الرمال بمصب نهر سوبو وغيرها من المناطق الحيوية في احترام تام للقوانين والنصوص التعاقدية بدفاتر تحملت. جواب السيد الوزير. جواب السيد النائب غيكون مباشر. الحل اللي كاين الإجراءات اللي طلبتي هي في احترام القانون. الآن عندنا ترسانة قانونية هي هذه فيها المشروع فيها القانون اللي صدر في الجريدة الرسمية ديال 27/13 اللي تيتعلق بالمقالة بشكل عام، فيها المرسوم التطبيقي اللي صدر في الجريدة الرسمية بتطبيق هذا القانون، وفيها واحد المجموعة القرارات ديال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وقرار مشترك ديال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الداخلية. نقول لك بكل وضوح اللي غادي يتجاوز المقتضيات القانون ستعمل في حقه المسطرة اللي تيمكن تمشي إلى سحب الرخصة، وهذا الشيء الحمد لله بدا، ونحن كما يقال الأمر ما سترون لا ما تسمعون. شكرا سيد الرئيس. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير على الجواب الواضح. احنا بدورنا في الفريق التجمع الدستوري نطالب بتفعيل آليات الحكامة ورفع مستويات المراقبة والتتبع لكل عمليات الجرف باعتماد قواعد ومناهج علمية تستحضر الحفاظ على البيئة والموروث الإيكولوجي المرتبط بالشرايط الساحلي، وعلى الخصوص بالأنهار نهر سوبو بمدينة القنيطرة والشريط الساحلي لمدينة القنيطرة مثال صارخ وحي. السيد الوزير. شكرا. هناك تعقيب إضافي؟ أرض السيد الوزير تفضل. غير ما أنا قلت لك السيد النائب هذه المقتضيات كلها إلا رجعتي للقانون غتلقاها، غادي تكون هذه المقاليع كلها بما فيها هذه المقاليع خاضعة لدراسة التأثير على البيئة. غادي الآن نصينا في المرسوم التطبيقي على مجموعة المقتضيات التقنية اللي تتسمح لنا بالتتبع منها لا جيولوكاليزاسيون، وبطبيعة الحال بغيتي نصح واحد القضية، راه هذيك الرمال ما تيمكن لها تمشي للسوق حتى تتخضع لواحد مجموعة التحليلات. ونقول واحد القضية، المغرب على كل حال ليس بعيد عن ما بين الدول، راه مجموعة ديال الدول تستعمل الرمال البحرية. حنا اللي تيهمنا شنو هو الناس هاد المستثمرين اللي حنا ماشي ضدهم وحتى شي واحد ماشي ضدهم، انهم يطبقوا القانون ويلتزموا بالقانون. وانا قلت اللي ما التزمش بالقانون تيمكن نمشيو ماشي غير لصاحب الرخصة. شكرا. بل هناك شكرا سيد الوزير. نمر الى السؤال الاخير في هذا القطاع. السيد الشاد النوال فريق الحركي، تفضل السيد النائب يطرح السؤال. شكرا سيد الرئيس. أصبحت طرق السيارة تشكل رعبا حقيقيا للمواطنين مع تزايد الاعتداءات متكررة على مستعمليها، وآخر هذه الاعتداءات أدى إلى وفاة سيدة على المقطع الرابط بين سيدي علا البحراوي والخبيسات. السؤال ديالنا سيد الوزير هو هل طرق السيارة ببلادنا آمنة؟ شكرا. جواب سيد الوزير. طرق السيارة في بلادنا آمنة. للأسف الشديد يؤسفنا أننا وصلنا لهذا المستوى. للأسف أن هناك بعض الذين في الحقيقة ما بقاش عندهم روح وطنية لتتسببوا في هذه الإشكالات. إحنا عندنا لجنة خاصة، لجنة وطنية تحضر فيها جميع القطاعات المعنية ودارت اجتماع ديالها، وشركة طرق السيارة تصلح باستمرار السياجات، ومع ذلك توقع الإتلاف ديالها. وحنا الآن ماشيين في اتجاه أننا نديروها بالخرسانة المسلحة، وعندنا واحد المشروع ديال أن جميع القناطر التي تطل على طرق السيارة أننا نسيجوها، وخا هذاك الشيء ما غيكونش المنظر ديالو جميل، ولكن للأسف الشديد نحن مضطرون إلى ذلك اضطرارا. شكرا سيد الرئيس. تعقيب سيد النائب. شكرا السيد الوزير. حتى المغاربه هادشي اللي بغاو يسمعوا بانه الطرق ديالنا امنه، ورغم هاد الاستثناءات اللي نتكلموا عليها، ورغم ذلك السيد الوزير مازال كيخص يدار واحد المجموعه ديال المجهودات على الاقل. هاد النقاط اللي تكلمت عليهم اللي كنعتبرهم نقاط سوداء، هاد القضيه ديال المنشات الفنيه والمعابر اللي كتمر فوق طرق السيار يجب تسييجها وتشبيكها، وما نتكلموش على الجماليه ديالها. وهنا الشركة الوطنية للطرق السيارة كتحمل السيد الوزير المسؤولية ديالها فيما يخص السلامة ديال الزبناء ديالها، وكيخصها تخص واحد
واحد جزء مهم من الارباح ديالها للحمايه ديال المواطنين. من جهه اخرى ما ننساوش باش نذكروا كذلك بالمجهودات اللي كيقوموا بها العناصر الامنيه ديالنا وخصوصا الدرك الملكي، حيث جميع نقدر نقولوا بانه معظم هذه الاعتداءات كيتم التعرف على المرتكبين ديالها وكيتقدموا للعداله، وكاين من المجرمين من صدرت في حقهم اقصى العقوبات اللي يمكن تصدر المحاكم المغربيه. لذا لابد من نوهوا بهاد العناصر هادو، وكنطلبوا باش الحكومه باش تعزز هاد العناصر الامنيه بواحد من جميع الوسائل باش يقوموا بالدور ديالهم. وشكرا. هل هناك تعقيب اضافي؟ ارد السيد الوزير، هل هناك من رد؟ تفضل. لا، هو هذا الشيء في نفس الاطار اللي قلتي. حنا عندنا واحد المجموعه ديال المناطق اللي تنسميوها اهو ريسك، هذه غادي نبداو بها. انا بغيت نشير بان القناطر اللي فوق طرق السياره ماشي مسؤوليه طرق السياره في الحقيقه، باش تكون الامور، ولكن ما يهمش، حنا عندنا لجنه وطنيه تشتغل على هذا. انا قلت لك واخا هذاك الشيء من الناحيه الجماليه ما غيكونش، ولكن هذه القناطر كلها ان شاء الله غنسيجوها وغادي نبداو بهذيك اللي فيها الخطوره اكبر. وهي دعوه كذلك لانه يكون واحد التعاون، لان الحمد لله اجهزه الامن تتقوم بالمهمه ديالها. حنا ما غنديرش غير السياج، غنديروا حتى لي كاميرا، بمعنى انه دابا اللي تحرك تما غيكون في شيء كما تيقولوا، وستتم متابعته. وغالبا ما يقع هذا للاسف من طرف شي وحدين، اما تيكونوا مخمورين ولا تحت التاثير ديال المخدرات، وهذا بطبيعه الحال هذا تيستلزم واحد الجهد جماعي على مستوى الدولة، ولكن كذلك على مستوى جمعيات المجتمع المدني وعلى مستوى الساكنة ككل. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير، ونشكرك على مساهمتك في هذه الجلسة. ونمر إلى القطاع الموالي، قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. مرحبا السيدة الوزيرة، مع السؤال الأول للسيدة والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية. ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذونها لتجاوز الجمود والبطء الشديد التي تعرفها عمليات إنجاز وثائق التعمير، علما أن هناك مشاريع مفتوحة منذ أزيد من 30 سنة، وعلى سبيل المثال الحصر تصميم تهيئة تطوان سيدي المنضري؟ شكرا. تفضل السيدة الوزيرة. شكرا سيد رئيس، شكرا سيد نائب محترم. كما تعلمون السيدات والسادة النواب المحترمون بأن وثائق التعمير لها واحد الأهمية بالغة في تنظيم وتأطير النمو التجمعات العمرانية، واليوم تمكننا بتغطية المجالات الحضرية بواحد المعدل ديال 98% والمجالات القروية بمعدل ديال 75%. والتزمنا كذلك في البرنامج الحكومي 2017-2021 باش تصدر 600 وثيقة تعمير بمعدل 120 وثيقة سنوية بدل 40 وثيقة فقط في الفترة 2005-2008. والوزارة اليوم كتشتغل على تدابير جديدة لتقليص المراحل والمدة الإنجاز اللي تكلمتوا عليها سيد نائب المحترم. ووضعنا كذلك عقود برامج جهوية وآليات فعلية للتتبع والتنفيذ، ورفعنا يعني الميزانيه ديال اعداد وثائق التعمير، بحيث تم صرف 150 مليون درهم سنويا للوكالات الحضريه. وكذلك هناك استصدار مرجعيات متجدده من شأنها تحسين المناهج اعداد وثائق التعمير وتجويد مضامينها. والاخص بالذكر دليل حول التعمير المستدام، وهناك كذلك دراسه متعلقه بتفعيل فتح المناطق الجديده للتعمير. وشكرا. شكرا. تعقيب السيد النائب، تفضل. شكرا السيده الوزيره، ولا شك ان هناك اراده من الحكومه ومنكم للسير يعني في بناء وثائق التعمير بديمقراطيه تشاركيه مع جميع المعنيين. نحن امام امرين، امام مساله التعميم ومساله التحيين. الواقع السيد الوزير ان ليس كل الجماعات وخصوصا الحضريه مغطاه بهذه الوثائق، مما ينتج عنه اختلالات عمرانيه، النزوع الى الاستثناء والى المناسبتيه، ثم صعوبات كذلك تنال الترخيص والاستثمار. من الاسباب التي تؤدي الى ذلك بطبيعه الحال هو الشساعه التي تعمل عليها الوكالات الحضريه، الضعف ديال الامكانيات، وفي بعض الاحيان ثقل
ديال المساطر لا عند الإعداد ولا عند المصادقة. وأقول واحد النموذج اللي ماشي هو محلي ولكنه وطني، النموذج ديال أكادير لاند في أكادير اللي كان السيد تعطات ليه يعني الاستثناء لا ديروغاسيون، وبعد ذلك تقال ليه بأن هذه المنطقة غير خاضعة للتعمير إلى غير ذلك مما نتج عنه من مشاكل مختلفة. بطبيعة الحال حل هذه المشاكل لا يكون إلا بإحداث وكالة حضارية ومزيد من الإمكانيات. بطبيعة الحال كاين القضية ديال التحقيق، هناك وثائق كتبقى يعني تنتهي الصلاحية ديالها وكتبقى يعني حاجزة العدد لواحد العدد ديال العقارات ديال الخواص وديال العوام. يعني بإيجاز أقول أن البناء ديال الوثائق ديال التعمير لابد أن يذهب إلى الشروط بحال القطاعات الأخرى، القضية ديال لا تمركز، القضية ديال الديمقراطية التشاركية، والقضية ديال الوضوح والحسم في المخططات الوطنية. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيدة الوزيرة، تفضلي. اللي نبغي نأكد عليه السيدات والسادة النواب المحترمون هو أن هذه الوثائق ديال التعمير كلها تتم بمساطر طبعا معقدة وطويلة وتقتضي مقاربة تشاركية، والسيد الرئيس الرؤساء اللي معنا هنا في المجلس كلهم كيعرفوا المدة اللي كيدوز التصميم التهيئة في الجامعة حتى تتم دراسة يعني جميع التعرضات وجميع يعني القضايا اللي كيطرحوها المواطنين. ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه مهما كانت معدلات التغطية وخا تكون 100% بوثائق التعمير والجودة ديالها تكون جيدة وتستجيب لمتطلبات تراب النفوذ اللي شكرا السيدة الوزيرة، كتبقى رهينة بمستوى. شكرا شكرا. نمر للسؤال الموالي، السيدات والسادة النواب الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية، تفضل سيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة، نسائلكم عن أسباب تأخير في إصدار المراسيم المتعلقة بتنفيذ قانون 1266 المتعلق بزجر مخالف مجال البناء والتعمير، وعن المدة المحددة التي يتم فيها نشر تلك النصوص التنظيمية بالجريدة الرسمية، وشكرا. جواب السيدة الوزيرة. شكرا سيد نائب المحترم على طرحكم هذا السؤال المهم، لان هذا القانون 66/12 حقيقه يؤرق المنظومه المحليه وبالخصوص رؤساء الجماعات المحليه. ولكن هذه النصوص التنظيميه المتعلقه بتنزيل بعض المقتضيات ديال القانون 66/12 بشان المراقبه وجزر المخالفات في ميدان التعمير والبناء الذي صدر هذه تقريبا واحد العام ونص، ولكن المرحله الانتقاليه دبرات بديك الدوريه المشتركه بين وزاره الداخليه والوزاره ديالنا، وهذه الدوريه اللي هي رقم 1707 بتاريخ فاتح غشت 2017 تم التعميم ديالها على المصالح الخارجيه للوزاره ومصالح وزاره الداخليه للمحاوله لمعالجه بعض المقتضيات. لكن اليوم احنا منكبين ان شاء الله على اصدار هذوك المراسيم والعدد ديالهم ثلاثه، وبالتحديد غدا ان شاء الله عندنا اجتماع مع الامانه العامه للحكومه للبت فيهم نهائيا. شكرا. تعقيب السيد النائب. انا السيده الوزيره، كما سبق لكم قلت اكثر من سنه ونصف والقانون صدر بالجريده الرسميه، ورغم العراقيل اللي عرفها باش صدور هذا القانون والمشاكل اللي تخبط فيها باش صدر، غير الاشكاليه السيده الوزيره لان كاينين شي قوانين مراسم قوانين تنظيميه خاصه رخص الاصلاح ورخص التسويه ورخص الهدم ولاو شي حوايج اللي خاصهم يخرجوا في اقرب الاجال، لان هذا التاخير ساهم في تعطيل مصالح المواطنين وواحد خلق واحد تشنج بين الاداره والمواطن في من اجل تلبيه طلبات الساكنه، وخاصه هذه الرخص اللي تكلمت عليهم، وخاصه رخص الاصلاح ورخص التسويه اللي الناس كيبغيو يستافدوا من هذه الرخص وتسويه الوضعيه ديالهم وفتح فرص الشغل، لان بعض المباني ما حاصلينش على رخص السكن لان هذه القوانين كنطلبوا باش اسرع التنفيذ الاخراج ديالهم. وشكرا. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي؟ العداله والتنميه. السيدة الوزيرة، هاد المراسم مهمة، أولا كيخص فيهم التشاور مع المعنيين،
واحد جوج كيخصو يخرجوا في اقرب الاجل. مزيان عطيتونا واحد التاريخ فوقاش غيخرجوا. شكرا. تفضلي السيده الوزيره. شكرا الساده النواب المحترمين. غير باش نذكر على هذا العدد ديال المشاريع المراسيم اللي تهم جميع احالات القانون وعددها 9 على النصوص التنظيميه، وهي كالتالي: اولا المشروع مرسوم يتعلق بتجديد اجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والهدم والتسويه. المرسوم الثاني المشروع ديالو يتعلق بتحديد كيفيه مراقبه وجزر المخالفات في مجال التعمير والبناء. والمشروع الثالث كيتعلق بتحديد المقصود بالاداره. شكرا شكرا. نمر الى السؤال الموالي. السيدات والساده النواب فريق الاصاله والمعاصره، تفضل سيد النائب يطرح السؤال. شكرا سيد الرئيس، السيده الوزيره، الساده الوزراء المحترمين، السيدات والساده النواب المحترمين، السيده الوزيره المحترمه، نسائلكم اي الاجراءات العمليه التي تعتمدها وزارتكم لمحاربه السكن غير اللائق وشكرا. تفضل السيده الوزيره. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب المحترم على طرح هذا السؤال. غير اللي نبغي نذكر السيدات والساده النواب المحترمين بان السكن غير اللائق فيه ثلاثه ديال الانواع: كاينه مدن الصفيح، وكاينه المباني الآيلة للسقوط، وكاينه الاحياء العشوائيه الناقصه التجهيز. فيما يخص مدن الصفيح، كلكم كتعرفوا بان البرنامج ديال المدن بدون صفيح انطلق منذ 2004، واليوم تمكنا باش نعلنوا على 58 مدينه من اصل 85. فيما يخص المباني الآيلة للسقوط، عندنا المعالجه ديال واحد المجموعه كبيره من ديك 43000 اللي حصلت وزاره الداخليه في 2012، وكذلك عدد كبير ديال الاتفاقيات للنهوض بالاحياء الناقصه التجهيز. شكرا. تعقيب السيد النائب. نشكركم السيده الوزيره على جوابكم، ونثمن المجهودات التي تبذلونها للحد من ظاهره السكن غير اللائق. لكن اسمحوا لي السيده الوزيره ان اقف معكم عند منطقه جغرافيه مهمه من هذا الوطن، وهي لا تبعد عن العاصمه الاداريه الرباط الا ب 20 كيلومتر، وعن العاصمه الاقتصاديه ب 60 كيلومتر. كيف يعقل ان نجد اقليم كاقليم الصخيرات تمارا لا زال سكانه يعيشون الويلات في تلك الاكواخ القصديريه؟ فجماعه الصخيرات مثلا فيها ما يزيد عن 4000 براكه تنتشر في مجموعه من الدواوير كدوار الشياحنه والديمه وعويطه والحجر واحد والحجر جوج التابع لجماعه الصباح ومحجر وغيرها من الدواوير التابعه لعماله صخيرات تمارا. يعني اننا نتحدث اليوم عن 4000 اسره، وكل اسره تتكون من 5 افراد على الاقل، اي ما يناهز 20000 مواطن بهذه الجماعه لا يتوفرون على حقهم في السكن اللائق. وهذا الرقم بطبيعة الحال يدفع السيدة الوزيرة إلى إعطاء الأولوية لهذه الجماعة وللإقليم ككل. ولهذا السيدة الوزيرة فإننا ندعوكم إلى التسريع بإيجاد حل جذري ونهائي لهذه المعضلة، ونحن مستعدون من موقعنا كمسؤولين محليين للتعاون معكم حتى نرى هذه العمالة بدون صفيح، ونرى المواطن يتمتع بسكن لائق في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. وشكرا السيدة الوزيرة. شكرا. تعقيب إضافي للعدالة والتنمية. غير واحد، غير واحد. السيدة الوزيرة، الرقم الأكبر من الدور الآيلة للسقوط مدينة الدار البيضاء، وبالخصوص المدينة القديمة وأمام المعلمة الحضارية مسجد الحسن الثاني. هذه البنايات أصبحت كتشكل تشوهات عمرانية سببها التهاون في إخراج المحج الملكي بسبب الحالة المزرية للساكنة. لا بد من التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل حل هذا المشكل. هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيدة الوزيرة. شكرا السادة النواب المحترمون. تفضل السيدة الوزيرة. غير اللي نبغي نذكر السيدات والسادة النواب المحترمون بأن هذا البرنامج ديال محاربة السكن غير اللائق هو من ضمن الأولويات ديال الحكومة حاليا، ودار واحد المجهود كبير لكنه غير كافي. لماذا؟ أولا العدد ديال الأسر ارتفع بواحد الشكل صاروخي، وهذا هو الدور اللي يمكن كنشكر السيد النائب على استعداده لمواكبة هذا البرنامج. وحنا واعيين في الوزارة بأن المحور اللي باقي فيه مشكل كبير هو المحور الدار البيضاء العريش. أولا كاين عدم ضعف انخراط الساكنة في هذا البرنامج، ما كيبغيوش يتحولوا. ثانيا العقار والتكلفه ديالو عاليه بزاف، وكذلك الاحصاء صعيب علينا يتحين. مشينا من 270 الف اسره
منين بدينا البرنامج 2004 اليوم كاين 400 ألف أسرة، وبالتالي هاد الصعوبات هذه طبعا كتعيق دون الوصول إلى الأهداف المسطرة في الأجل اللي كنا اتفقنا عليها. ولكن هذا برنامج ما يمكنش نحملوا الوزر ديالو وزارة الإسكان بوحدها، وإنما هذا واحد البرنامج اللي خصنا نخرطوا فيه كاملين رؤساء الجامعات، منعشين عقاريين، نواب ومنتخبين محليين وسلطة محلية طبعا لأن هي المكلفة بالإحصاء. ولكن التحدي الكبير هو في هذوك المدن 58 اللي عملنا عليهم، كيف يمكن عدم عاوتاني إعادة بناء مدن صفيحية من جديد؟ هذا هو التحدي الكبير اللي خصنا نرفعه جميع. شكرا لكم سيدات والسادة النواب المحترم. شكرا. السؤال الموالي للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضل سيد النائب. السيدة الوزيرة المحترمة، تنسألكم على برنامج مدن بدون صفيح. إعادة إسكان قاطني دور الصفيح اليوم والتأخر ديالو تيخلق معاناة كبيرة بالنسبة للساكنة. هاد الساكنة اليوم تيعانيو من حر الصيف ومن قر الشتاء، هاد الناس في الصيف تيتحرقوا في الشتاء تيغرقوا. متى ستسرعون بهذا البرنامج؟ وشكرا. جواب السيدة الوزيرة. شكرا سيد النائب المحترم على هذا السؤال. في الحقيقة السيد الرئيس، هذه الأسئلة ديال السكن الغير لائق ومدن الصفيح كان خصهم يحضوا بوحدة الموضوع، ولكن الإشكال ديال المدن بدون صفيح مرة أخرى نعاود نأكد بأن الإشكالية كاينة في المحور الدار البيضاء العريش اللي تعذر علينا تعبئة العقار العمومي باش يكون ذاك السكن ديال 140 ألف درهم، وبالتالي احنا مطالبين باش نديروا مجهود مشترك. والسيد النائب اللي طرح السؤال هو رئيس البلدية ديال تمارا، وكنظن كاين اجتماعات متكررة على الصعيد المحلي. الأسبوع اللي فات كانت المجلس الإداري ديال الوكالة الحضرية لتسخير تمارا وطرقنا لهذا المشكل، وخصنا كيفاش ندافروا جميع الجهود باش نحلوا هذا المشكل هذا، مع العلم أن بعض الأسر واخا كيبغيو يمشيو كيصعب عليهم التمويل لأن ضروري المساهمة الأسر، وبالتالي درنا واحد النظام ديال التمويل اللي هو فوغاريم باش كيسهل لهم الولوج الى القروض. شكرا لكم. تعقيب السيد النائب. السيدة النائبة تفضلي. شكرا السيد الرئيس. نتمن عاليا المجهودات المبذولة من طرف الحكومة مع جميع الشركاء للحد من ظاهرة مدن بدون صفيح، لأن الحديث عن مدن بدون صفيح يعني الحديث عن أمن مجتمعي. السيدة الوزيرة، المجهودات مشهودة والإرادة متوفرة، لكن اليقظة والتتبع هو الحلقة التي تؤتى منها مشاريع الدولة خاصة ذات البعد الاجتماعي. هذه الاستراتيجية الطموحة لم تتئك لها لأنها اصطدمت بعدة عراقيل نذكر منها: عدم بلوغ الهدف المنشود في 2012، مرت 6 سنوات على البرنامج وكانت النتائج جد إيجابية. المغرب احتل الرتبة الثانية عالمياً، تقريبا استفدت 240 ألف أسرة من أصل 260 ألف أسرة. عدم احترام وقت الإنجاز في 2015، 56 مدينة بدون صفيح الإعلان، تم الإعلان عنها، تم الإعلان عن باقي بعض المدن في 2016 بحال سيدي سليمان، مولاي يعقوب، طنجة، تطوان، لكن لا زالت الأمور على حالها. الإزدياد الغير المتحكم فيه في عدد المستفيدين، أضيفت 100 ألف أسرة في 2016، يعلم الله في 2021 شحال. دائما المسؤول الدولة، السلطات المحلية، الجماعات، ولعل المتضرر الأول ومع يعني المرأة، ومع ذلك فتمكينها لا يزال بعيدا عن المناصفة. ندعوكم السيدة الوزيرة إلى الإسراع في الإنجاز مع تحيل الإحصاءات ونبذ الميز، فالبداية مشرقة ولكن يجب ألا تكون النهاية محرقة. وشكرا السيدة الوزيرة. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ تفضل السيد النائب. السيده النائبه وبعد منك. تفضلي السيده النائبه. تفضلي. السيده الوزيره، نسميو الاشياء بمسمياتها. كاين غياب رؤيه استراتيجيه للقضاء على الواقع الصحفي ببلادنا. حنا الصفيحي ببلادنا، حنا اجيال كنحملوا وصمه عار في جبيننا، والاجيال اللي جايه من بعد منا ديال هاد مدن الصفيح. الحقيقه واضحه، كاينه متاجره، كاين غير مشروعه، وكتعرفوها، كاين اغتناء غير مشروع، وكاين استغلال. السيد النائب، الاثار والمعاصره.
شكرا السيد الرئيس. غير نسجل بامتعاد شديد عدم التزام الحكومات السابقه ولا الحكومه الحاليه بتنفيذ برنامج مدن بدون صفيح. اعطي مثال بالدار البيضاء، توقعت فيها ثلاثه ديال الاتفاقيات، اتفاقيتين امام صاحب الجلاله نصره الله، الاتفاقيه ديال 2006 والاتفاقيه ديال 2010، والبرنامج الجهوي ديال الدار البيضاء سطات في ابريل 2014. مع كامل الاسف لا زالت بؤر خطيره جدا، واذكر على الخصوص عملت مقاطعه السيد البرموسي وبالاخص سيدي مومن اللي فيه واحد الكاريان تسمى كاريان الرحامنه اللي فيه 50,000 ديال السكان وتقريبا فيه واحد 6,000 بركات. دونك عدم التزام، الله يجزيك بخير اللي ما حاولوا تخرجوا هذا الملف هذا ديال السكن غير اللائق، وخاصه بالمناطق الهامشيه ديال الدار البيضاء. وشكرا. رد السيده الوزيره. شكرا السيدات والساده النواب المحترمون على التعقيب، ولكن مره اخرى بغيت نقول لا تحملوا وزر هذا البرنامج لوزاره الاسكان لوحدها، لان المتدخلين كثار، والعنصر الاساس هو تعبئه العقار العمومي باش كيكون الثمن ديال هذا يعني الوحدات السكنيه في متناول ساكني مدن الصفيح. لحد اليوم المستثمر العمومي الوحيد اللي كيتدخل في توفير اما البقع ولا الوحدات السكنيه هو العمران، وبالتالي عندنا هذه المحدوديه ديال كيفاش يمكننا نزيدوا نحفزوا القطاع الخاص باش يواكب ويوفر هذه القضيه هذه. الدار البيضاء وتمارا والعريش اقر لكم يعني تعقد الوضعيه، كاينه الظاهره ديال تقسيم البرارك. في الاحصاء ديال 2004 كان أسرة واحدة، اليوم كنسيبوا البركة مقسومة على أربعة، فيها أربعة ولا خمسة الأسر، وهذا كيصعب علينا كيفاش توفير العدد الكافي إما من البقع ولا من الوحدات السكنية. كذلك العقار في الدار البيضاء غالي بزاف، ومنين لقينا خارج الدار البيضاء كاين الإشكال ديال التدخل ديال القطاعات الأخرى، خاص توفير النقل، توفير المستوصف، توفير المدرسة، وبالتالي صحيح اليوم وقفنا على مقاربة تشاركية اللي خص جميع القطاعات الدخل كل واحد في الاختصاص ديالها، وهذا التفكير نحن بصدد إعداد أيام دراسية باش نخرجوا بواحد الحلول جديدة حتى نتغلبوا على هذا المنظر اللي ربما ما هوش وصمة عار في جبين المغرب. صحيح ومشكل، ولكن كتعيشوا بلدان كثيرة في العالم اللي هي متقدمة علينا، وكنحاولوا كيفاش نعالجوا هذا النمط العيش اللي واحد الفئه من المواطنين اختاروا ولجؤوا باش يعني يعيشوا فيه، ولكن كيف ما قلتوا تحول امور اخرى اللي ما يمكنناش نتغلبوا عليها دفعه واحده، وبالتالي بالتدريج ان شاء الله سننتصر على هذه المعضله وسيرقى المغرب الى رتبه متقدمه في العالم. والدليل على ذلك راه حصلنا على جائزه امميه في 2010 في هذا البرنامج مدن بدون صفيح، ومؤخرا مدينه العرائش في جائزه دبي. شكرا السيدة الوزيرة. ونمر الى اخر سؤال، فريق الاثار والمعاصره قطاع الاسكان. سيد الرئيس، هذا السؤال كان مبرمج في اخر الجلسه، وكما اخبرتكم هناك تفضلي سيده النائبه. صوت سيده النائبه اثار والمعاصره. شكرا. شكرا السيد الرئيس، الساده الوزراء، السيده كاتبه الدوله، الساده النواب والنائبات المحترمين. نسائلكم السيده كاتبه الدوله حول استراتيجيتكم من أجل النهوض بقطاع السكن الاجتماعي لفائدة الفئات المعوزة، وما هي حصيلتكم في هذا القطاع إلى غاية يومه؟ شكرا. شكرا سيدة النائبة. سيدة الوزيرة. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيدة النائبة المحترمة على هذا السؤال. اليوم البرامج السكنية اللي كاينة على صعيد الوزارة كاينة السكن الاجتماعي ديال 250,000 درهم، والسكن الاجتماعي ديال 140,000 درهم. كيف كنوصلوا لهذا المنتوج بهذا الثمن هذا؟ كيتحضر في اطار اتفاقيه مع المنعشين العقاريين، والدوله كتعتمد تعبئه العقار العمومي بصفه عامه، وبعض المرات كتقتني العقار ديال الخواص باش كنتغلبوا على التكلفه وتكون هابطه. لحدود دجنبر 2017 تمت الاستفاده ديال تم انجاز عفوا 38,900 38,980 وحده سكنيه ديال
140,000 درهم، استفدت منه 18,213 أسرة، يعني تسلمت لها المفاتيح وساكنة. كينا 2461 في طور التسليم، لأن خصهم المسطرة ديال الولوج إلى القرض، وكيف قلنا الدولة دارت ديك التسهيلات ديال القروض عبر فوغاري. شكرا. تعقيب السيدة النائبة، تفضلي. شكرا السيد الرئيس. السيدة كاتب الدولة، الواقع المر ديال السكن الاجتماعي واللي عانوا منه بعض المستفيدين، ماشي بعض ولكن جل ديال المستفيدين، وصلت المشاكل ديالهم حتى للمحاكم المغربية، بحكم أنه في إطار التعاقد مع الشركات الخاصة من أجل إنجاز هذا المشروع ديال السكن الاجتماعي ب 250,000 درهم، كنوجدوا بأن ما كاينش مراقبة على الجودة، بحيث أن كنلقاو واحد الشخص اللي تكبد واحد القرض ديال 250,000 درهم اللي غادي يخلصوا في حياته كلها عبر أقساط، كيدخل الدار يلا خرج منها المقاول، كيلقاها كتقطر وكيلقى الشبكة ديال المياه العادمة كلها مهترئة، تضطر يعاودها، هو اصلا كيعاني من غلاء المعيشة ومن المصاريف ومن الوليدات والمصاريف ديالهم، وكيجي خصو مبالغ اخرى بالاضافة للقرض اللي غادي يخلصوا حياته كلها. كيف قلنا يعني هذه المشاكل كلها دخلت بزاف المواطنين للمحاكم، صدق غادي يزيد مصاريف ديال القضاء واتعاب ديال المحامين، وهذا الشيء راه ماشي عداله. اذا كان سكن اجتماعي خاص الحكومه تسهر اثناء التسليم على الجوده ديال المنتوج، ماشي هاد الناس حيت معوزين غادي يسكنوا في دار ما هياش. ثانيا فيما يخص المرافق الاجتماعيه، كتبنا مركب ديال مجموعه من الشقق 3000 ولا 4000 شقه اللي غيسكنوا فيه اسر مغربيه، ولكن كنلقاو بان المرافق ضئيله وضئيله جدا، بحال هاد الانسان غيبقى محبوس في 60 متر. شكرا لك. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ تفضلي السيده، تفضل التجمع الدستوري. شكرا السيد الرئيس، وتفاعلا مع ما جاء على لسان السيده النائبه، وصحيح ان اليوم اشكاليه ديال تحديد المتراج ديال لي زابارتمون في اللوجمون سوسيال في 60 متر، اليوم حان الوقت اننا نعيد النظر في هذه المساله. علاش؟ لان هذيك الفئه اللي كانت مستهدفه في 1999 ملي وقع هذا البرنامج ديال السكن الاقتصادي، كانت مكونه من اسره صغيره تتكون من واحد الزوج وزوجه وابن، اليوم حنا كنلقاو هذه الاسر اليوم كيتكونوا من عائله صبحت فيها خمسه سته افراد، في حين ان هذا السكن ديال 60 متر ما صبحش كافي. اذا كنسولوا السيده كاتبه الدوله اليوم، هل هناك واحد شي رؤيه للوزاره في تحسين هاد الشروط ديال السكن الاقتصادي؟ وكذلك بما جعلناكم السيده الوزيره لو فوغاريم، واش كتعرفوا اش كيوقع في السوق في الفوغاريم دابا؟ اليوم الابناك كلها بقات كتبغي تعطي الفوغاريم. الابناك كاين جوج البنكات اللي كتعطي الفوغاريم، كاين السياش وكاين البنك الشعبي، وكتربطها بواحد الشرط اساسي، هو بان الشركه اللي كتبيع لك انها تكون واخده الكريدي من عندها، ولا ما كانش واخده ما كتعطيش الفوغاريم، في حين كيبقى اليوم المواطن المغربي اللي في حاجه لهذا السكن كيبقى عرضه للضياع، ما كياخذش الكريدي ديالو، بحيث وما كيبقاش يشري لابارتمون ديالو. شكرا السيده الوزيره. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ رد السيده الوزيره. شكرا السيده النائبه وسيد النائب المحترم. انا اشاطركم الراي، الجوده خصها مجهود اضافي، وهذا ضعف الجوده في بعض الحالات منين جاي؟ اولا المراقبه ما هيش مسطريه الا كيحكمها دفتر التحملات، وبالتالي خصنا نسهروا على دفتر التحملات مدى احترام البنود ديالو. الشهاده ديال المطابقه كيعطيوها المصالح الخارجيه ديال الوزاره، فيما رخصة السكن بيرمي دو دابيتي كتعطيه واحد اللجنة مشتركة اللي من المفروض خاصها توقف على العيوب اللي ذكرتي البعض منها. ولكن اليوم كما جاء على لسان السيد رئيس الفريق، نحن نشتغل بمقاربة تشاركية للخروج من هذا الوضع هذا، وهذه المقاربة التشاركية باش نحاولوا نستجبوا لجميع الحاجيات اللي كتطلب التكتلات السكنية
الجديدة اللي كتجي في غالب الأحيان في المدار الحضاري ولا بعيدة على المدار الحضاري بكل ما تحتاجه من خدمات و يعني مصالح أساسية. إذا هذه القضية ديال الجودة نحن واعون بها، ويمكن لي نقول لك السيدة النائبة المحترمة غدا عندنا تقديم النتائج ديال واحد الدراسة خاصة بالسكن الاجتماعي بصنفين 250 ألف درهم و 140 ألف درهم. على ضوءها إن شاء الله سنشتغل في ورشات، والسيد النائب بصفته رئيس الفيدرالية الوطنية للمعيشين العقاريين متبعين هذا المسار ديال لنجتهد جميعا لتحسين الوضعية. وهذا الموضوع مهم جدا، أنا كنتمنى باش نديروا عليه جلسة في اللجنة ونستافدوا من الاقتراحات ديالكم والأفكار ديالكم والمساهمة ديالكم إن شاء الله. والحمد لله المغرب كيتقدم، صحيح خصنا بعض المجهودات نديروها، ولكن بصفة عامة الناس حسنوا ظروف العيش ديالهم في مناطق متعددة من المغرب. خصنا نديروا شوية الحزم باش تكون الجودة الملائمة والكافية اللي كتحترم شروط السلامة والاستدامة إن شاء الله. شكرا. شكرا سيدة الوزيرة. تفضل سيدة. كنا سعرف السادة الوزراء هنا ممثلي الأمة، ماشي رئيس فيدرالية ورئيس جماعة ورئيس سنديكة ورئيس شركة ورئيس، من هنا ممثلي الأمة ونائب محترم. مابقاوش نوزعوا المواقع هنا، الحكومة كتخاطب البرلمان ممثلي الأمة. أما هذا رئيس الفيدرالية، هذا رئيس الشركة، حتى أنا رئيس السنديكة ديال العمارة ديال با، أخنا ما عنديش وغير نديرها. شكرا شكرا علم. السيدة الوزيرة، نعم تفضل السيدة الوزيرة. احنا في إطار المقاربة التشريعية. لا السيدة الوزيرة، لا إذا سمحتي السيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة إذا سمحتي، إذا سمحتي، هو الملاحظة ديال السيد النائب فعلا سيدات السادة النواب هم هنا بصفاتهم النيابية. سيدات السادة النواب بصفاتهم النيابية، السيدة الوزيرة تحدثت في مرد جوابها، ملاحظة السيد النائب سجلت في إطار نقاط النظام. نشكرك على المساهمة ديالك في هذه الجلسة وفي الإجابة على الأسئلة، ونمر إلى السؤال الموالي. تفضل السيد الوزير. السيد الوزير تفضل. تفضل السيد الوزير. تفضل السيد الرئيس، عفوا السيدة الوزيرة، إذا سمحتي السيدة الوزيرة اسمحي. السيد الرئيس تفضل. شكرا السيدة الوزيرة، شكرا السيد الرئيس. حنا هنا خصنا نقدروا بعضياتنا. السيدة الوزيرة المحترمة قالت تلقات شكايات وتلقات طلبات من عدد مختلف المؤسسات اللي كتشتغل في القطاع ديال السكن الاجتماعي. راه ما قالت شيء السيد، جاوبات السيد النائب المحترم انت السيد رئيس الفيدرالية ديال المنعشين العقاريين كنتوجه ليك بهذه القضية هذه. ما نبقاوش نختارعوا شي حوايج اللي حنا في غنى عنها. ويلي الله يهديك. شكرا شكرا لكم، ونمر الى شكرا السيدة الوزيرة على المساهمة ديالك. شكرا، ونمر الى شكرا لك شكرا لك شكرا لك. نمر الى القطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. سيدات السادة النواب، السؤال الأول، نمر إلى السؤال الأول. سيدات السادة النواب من فريق الأسرة والمعاصرة، تفضل سيد النائب، السيدة النائبة لطرح السؤال. شكرا السيد الرئيس. عن خصائص الأطر التربوية خاصة أطر هيئة التدريس. الهدوء الهدوء الله يخليكم. تفضلي السيدة النائبة، تفضلي تفضلي السيدة النائبة، تفضلي. شكرا السيد الرئيس. عن الخصائص في الاطر التربويه خاصه هيئه التدريس، نسائلكم السيد الوزير. شكرا، جواب السيد الوزير. مرحبا رئيس. سيدات الساده النواب محترمين، سيدتين الوزيرتين، الساده الوزراء، السلام عليكم. تنشكر السيده النائبه المحترمه على طرح اول سؤال ليا في قبه مجلس النواب المحترم.
أود التأكيد في البداية أن موضوع الخصاص ما بقى شيء مطروح بقطاع التربية الوطنية، وذلك بفضل المجهودات اللي بدلتها الوزارة في السنوات الأخيرة مركزياً جهوياً وإقليمياً. وهنا كنشير إلى أنه فيما يخص هيئة أوتور تدريس تكفي الإشارة لعملية التوظيف بعقود التي تبنتها الوزارة خلال موسمين متتاليين، والتي بلغ مجموعها 35,000 منصب جديد تم إلحاقه بالقطاع، منها 11,000 برسم 2015-2016 و 24,000 برسم 2016-2017، مما سمح بتقليص الاكتداد وتعدد المستويات التعليمية داخل القسم الواحد خاصة في العالم القروي. كما تم توظيف 20,000 متعاقد جديد برسم 2018-2019، هما الآن كيتلقاو تكوين ديالهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. أما فيما يخص هيئة الإدارة التربوية، فقد أحدثت الوزارة مسلكاً لتكوين الأطر الإدارية برسم 2014-2015، حيث تم تكوين الفوج الأول كان فيه 109 والفوج الثاني ديال 2016. تفضل سيد الوزير. تفضل. الفوج الثاني 415 الإطار خلال الموسم الدراسي 2015-2016، والفوج الثالث فيه 1000 إطار خلال الموسم الدراسي 2016-2017. أما بالنسبة ل 2018 فيتم حاليا تكوين 1646 من هذه الأطر في المراكز التربوية. أما فيما يخص هيئة التأطير والمراقبة التربوية، فقد بلغ العدد الإجمالي لهيئة المراقبة التربوية الممارسة برسم السنة الدراسية الحالية ما يناهز 1800 إطار موزعين حسب الأسلاك التعليمية. شكراً سيد الوزير. شكراً لك. تعقيب السيدة النائبة. شكرا سيد الوزير. في الوقت اللي كانت كتاكد فيه المندوبيه الساميه للتخطيط على ان العدد ديال المناصب او الخصاص اللي كان في هيئه التدريس بلغ 31,000 منصب، كان السيد رئيس الحكومه السابق في الولايه الماضيه كان كيشير لانه في تصريحات متواليه ان ما كاينش عندنا خصاص، حتى بلغنا لواحد العدد ديال 70 تلميذ في القسم. كان تفاجؤوا بعدها مباشره ما بين 2016 و 2018 العدد اللي ذكرته السيد الوزير ان توفير المناصب ديال 55,000 منصب شغل في اطار تعاقد في الهيئه تاع التدريس. الخصاص عن طريق التعاقد ولا الاجراء اللي دار قبله عن طريق التوظيف المباشر، هذا الاجراء كان هدف منه سد الخصاص، ولكن كنسالوا فينا هي الجوده وفينا هي المردوديه من هذا الشيء. نحيي لكم السيد الوزير لواحد التقرير اللي صدروا المجلس الاعلى للتربيه والتكوين غير الثلاثاء الماضي، اللي كيشير بشكل واضح على ان كيعتبر ان التوظيف ديال الاساتذه بشكل مباشر بدون تكوين او بالتكوين الحالي والتاطير الحالي اللي فيه مصاحبه ميدانيه التي لا ترقى مستوى التاهيل والاداء المهام بشكل المطلوب، بالادهى من ذلك انها التقرير كيأكد ان كاين واحد الخصاص كبير في هذه الاطر اللي غتكون هذه الاساتذه، وبل الاكثر من ذلك ان هذه الاطر في حد ذاتها ما مكوناش واحد التكوين اللي كيأهلها باش تعطينا واحد المنتوج اللي كنطمحوا ليه جميعا. هذا التقرير كيشير كذلك لانه المجلس الاعلى للتربيه والتكوين ما راضيش او غير مقتنع بالقدرات ديال الاساتذه ديال التعليم. عليه كذلك سيد الوزير التكوين البيداغوجي بوحدو والديداكتيكي بوحدو والتكوين الاكاديمي حاجه اخرى، ما كاينش واحد الوزاره او الحكومه عموما ما كتمشيش في التوجه ديال الاصلاح ديال التعليم من هذا المنظور هذا، ولكن كتعتمدوا دائما في الجانب ديال المقاربه التقنيه فقط. السيد الوزير تعاقد النقطه ديال التعاقد بالخصوص، هاد المتعاقدين ما تعاقدوش بشكل رضائي ولا بشكل اختياري، وانما فرض عليهم لان ما كانش. هل هناك تعقيب اضافي؟ ليس هناك تعقيب اضافي. نمر الى السؤال الموالي. سيدات السادة النواب من فريق العداله والتنميه، تفضل السيد النائب يطرح السؤال. معادلات. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، السؤال يتعلق بتاخر اللجان المكلفه بوضع المعادلات للشواهد المسلمه من الجامعات الاجنبيه بالشواهد الوطنيه، ما هو سر هذا التاخر وما هي الاجراءات من اجل معالجه هذا المشكل؟ شكرا. تفضل السيد الوزير الجواب. سيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم على هذا السؤال المهم جدا، واللي غادي يتيح للحكومه فرصه لتوضيح اشكاليه معادله الشهادات
والتي بالفعل تعرف إشكالات حقيقية على مستوى التدبير، مما يؤثر سلبا على مصالح بعض المواطنين الذين ينتظرون الحصول على الشهادات لممارسة المهنة. هذا الشيء متفقين عليه، ولكن هذه فرصة باش نوضح على أنه قطاع التعليم العالي وش علاقته بالمعادلات. أولا، قطاع التعليم العالي يتلقى الملفات، ثم ثانيا يحيلها إلى الخبرة المختصة في مؤسسات أحيانا غير تابعة لقطاع التعليم العالي، نتكلم على التعمير، نتكلم على الصحة، نتكلم على غيرها من القطاعات، وكينتظر الرأي ديال الخبراء وكذلك الرأي ديال المهنيين قبل البدء في المعادلة. من بعد كيرجع الملف لقطاع التعليم العالي، تعقد لجان من اجل هذا الغرض، ولكن ما يمكنلاش في اي حال من الاحوال تعطي المعادله قبل ما توصل بالتقارير ديال الجهات المختصه. فلذلك بحكم ان التدخل في الملف هو تدخل متعدد، وبحكم الحرص على قيمه الشهاده وعلى اعطاء واحد الاهميه كبيره لممارسه المهنه، لان خصنا نحميو بلادنا حقيقه، فهناك على كل حال واحد النوع من التاخر في المساطير، ونملك تصورا كاملا من اجل معالجته. وشكرا. تعقيب السيد النائب. شكرا سيد كاتب الدوله. طلب المغاربه يعانون معاناه حقيقيه مع التاخر في تسليم شواهد المعادلات لعده اسباب. اولا، الخصاص في الموارد البشريه على مستوى المديريه التي تتكلف بتدبير هذا الملف. ثانيا، تاخر في انعقاد اللجان العلميه للنظر في مطابقه الشواهد المحصل عليها للمعايير الوطنيه. ثالثا، وجود عده متدخلين وعدم وجود الشباك الواحد. رابعا، ربط معادله الشواهد المحصل عليها بسوق الشغل، في حين يجب معادله الشواهد المحصل عليها علميا واكاديميا. لذلك السيد الوزير، نقترح عليكم تفعيل الاتفاقيه التي تم ابرامها بين وزارتكم ووزاره الوظيفة العمومية وتحديث الإدارات المتعلقة بمشروع المعادلة الرقمية. كما نقترح عليكم تغيير على مستوى القانون المحدث للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، لأنها هي الجهاز الفعال والدقيق الذي يمكن من معالجة طلبات معادلة الشواهد الأجنبية والدبلومات. وشكرا. هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير، تفضل. طيب سيدنا المحترم، التشخيص هو هذا بالضبط اللي ذكرتي، وكأنك تتحدث بالفعل عن الإجراءات العملية اللي بدينا كنباشروها مباشرة. كنشتغلوا على إيكيفالونس اللي هو متعلق بالمعادلة الرقمية، نشتغل أيضا على تعزيز قسم الموظفين عندنا المكلف بالمعادلات بالأطر الإدارية وبظروف الاستقبال، نشتغلوا أيضا على مراجعة النصوص القانونية باش نبسطوا المساطير لكن دون تأثير على قيمة الشهادة وممارسة المهنة. نشتغل أيضا على إجراءات لتحسين شكرا سيد الوزير، ونمر إلى السؤال الموالي لسيدات السادة النواب من فريق العدالة والتنمية. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، عن تناسب الكم والكيف في التكوين المهني نسائلكم. جواب السيد الوزير، تفضل. سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمون، كنشكركم على طرح هذا السؤال المهم. وفي البداية أريد أن أشير إلى أن جهاز التكوين المهني ببلادنا أصبح كيتوفر على 671 مؤسسة تكوينية بالقطاع العمومي و1220 مؤسسة تابعة لقطاع التكوين المهني الخاص، كتوفر عرض في 310 ديال الشعب اللي كتغطي مختلف القطاعات، وهذا الشيء اللي مكننا باش نوصلوا لواحد العدد ديال المتدربين والمتدربات اللي كيوصل 422 ألف شاب وشابة في الموسم الدراسي الحالي. ولضمان جودة التكوين ونجاعة مردوديته، تبنت كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني إرساء نظام قائم على تحسين الجودة، وذلك من خلال إعادة هندسة التكوين المهني وفق مقاربة تركز على الكفاءات والتي تمكن من ضمان أفضل استجابة لحاجيات المقاولات من المؤهلات. ولقياس جودة التكوين تعتمد كتابة الدولة على منظومة متكاملة لتقييم وتتبع المردودية الخارجية لنظام التكوين عبر آليات أهمها دراسات تتبع إدماج خريجي التكوين المهني في الحياة العملية
9 اشهر بعد تخرجهم، وكذلك دراسات اللي عدرناها هذه السنه هذا هو المستجد اللي غتبعهم لمده 3 سنوات من بعد التخرج ديالهم. وترتكز المنهجيه المتبعه في انجاز هذه الدراسات على ابحاث ميدانيه تتم وفق مقابله مباشره مع عينه من الخريجين التي تتوفر فيها معايير التمثيليه بالنسبه لمجموع خريجي هذاك التخصص المعني. شكرا. شكرا. تعقيب السيد النائب. تفضلي السيده النائبه. شكرا السيد الرئيس. نثمن المجهودات التي تقوم بها الدوله في هذا القطاع الحيوي، غير انه لا بد الاشاره الى ان اعتماد منظومه تشييد سير غير سليمه، بحيث ان هدفها الاساس الاشتغال باقل عدد من الاساتذه لتلقين اكبر عدد من المتدربين بادنى الوسائل. هذا الامر هذا لا نقوله عبثا، ولكن الادله التقنيه على نهج سياسه التقشف وتغليب سياسه الكم على سياسه الكيف مستقاه من المؤشرات التدبيريه ومن الاحصاءات المؤسساتيه لمكتب التكوين المهني، وكذا من تقارير المجلس الاعلى للحسابات، بحيث انه في خلال 15 سنه تم يعني مضاعفه عدد المؤسسات مرتين، ومضاعفه عدد المتدربين 9 مرات، ومضاعفه عدد الشعب 5 مرات، بينما في المقابل ميزانيه السير ظلت قاره ولم تتطور الا بنسبه ضئيله، عدد الاساتذه لم يرتفع الا بنسبه الثلث، كما ان تخفيض نفقات التكوين تم تخفيضها الى النصف. هذه مفارقات متضاربه ومستحيله، اذ لا يمكن ان يكون ذلك صحيحا الا اذا تم تغييب المعدات والوسائل والمواد الاوليه والجوده وارهاق الاساتذه وترسيخ الاكتظاظ. واقع كهذا بعيد كل البعد عما يصطلح عليه باسم هندسه التكوين وارقام المندوبيه الساميه للتخطيط شاهده على ذلك، بحيث انها أكدت أن نسبة البطالة في خريجي هذه المراكز هي كبيرة جدا، وأيضا مستوى الكفاءة نفس الشيء. نقترح ضمان للجودة القيام بدراسة قبلية لاحتياجات السوق الوطنية من اليد العاملة، لتكون مخرجات المكتب هي نفسها مدخلات هذه السوق، ثم تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لموظفي هذا القطاع، وتمكينهم والترخيص لهم لإكمال دراستهم لكي يستفيد منها القطاع نفسه، إشراك كل الأطراف المعنية بالتكوين المهني في صياغة الخريطة التكوينية، ثم توفير البنية التحتية اللازمة للإقبال المتزايد للمتدربين، ثم تجويد المناهج المعتمدة سيراً مع التطور التكنولوجي، وتوفير المواد اللازمة للاشتغال أو للأشغال التطبيقية، وأخيراً تمكين المتدربين. هل هناك تعقيب؟ شكراً لك. هل هناك تعقيب إضافي؟ أرد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. إشارة السيدة نائبة المحترمة، فنسبة الإدماج ديال خريجي التكوين المهني في سوق الشغل كتوصل 62.9% في 9 شهور الأولى من بعد التخرج ديالهم، وكتوصل 83.7% في إطار 3 سنوات اللي كتبع. كما أود الإشارة إلى أنه النسبة ديال التأطير انخفضت من 55 إلى 35 متدرب لكل مكون ومؤطر. شكرا لك سيد الوزير. ونمر للسؤال الموالي. سيدات والسادة النواب، الفريق الدستوري، تفضل سيد النائب. تجمع الدستوري، تفضل سيد الوزير المحترم. ما هي استراتيجية الوزارة لزيادة عدد المقاعد الدراسية بغية التقليص من حجم الاكتظاظ المهول الذي تعرفه الجامعات المغربية؟ شكرا. جواب السيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم. اولا هناك مجهودات كبيره جدا لرفع الطاقه الاستيعابيه للجامعات المغربيه، ونعطي رقم انه خلال 10 سنوات انتقلنا من 440 الف طالب الى ما يقرب من 915 الف طالب اليوم، اي واحد النسبه ديال اكثر من 70%، مع ما واكب ذلك من اهتمام بالتجهيزات والبنيات وكذلك بالتأطير. لكن آن الأوان لكي نعيد النظر في مفهوم الطاقة الاستيعابية وفي تطوير العرض الجامعي في الجامعة المغربية. كيفاش كنحسبوا الاكتظاظ؟ الاكتظاظ مع كامل الأسف كنحسبوه بالعدد ديال المسجلين. فلوقت اللي كنمشيو لكليات الأدب أو كليات الحقوق كنشوفوا عدد الحاضرين، كنشوفوا بالفعل أن هناك تلاؤم كبير جدا ما بين البنية وما بين عدد الطلبة. كيظهر لنا الأمر أكثر في فترة الامتحانات، أما ما بينهما فلا أعتقد أن هناك اكتظاظ مهول، ولكن هناك بؤر نحتاج إلى أن نعالجها على المستوى المطلوب بمجموعة من الإجراءات العملية التي سأذكرها. وشكرا. تعقيب سيد النائب.
ديال المحترم، انا اظن انت اعتمدتي على التقارير اللي كتوصل بها من طرف المسؤولين المحليين، ولكن السيد الوزير بالنظر الى تطور الطاقه الاستيعابيه خلال الثماني سنوات الاخيره بالفعل انتقلت من 359,000 سنه 2010 الى 486,000 سنه 2018، وتطور اعداد الطلبه جميع الاسلاك انتقل من 360,000 طالب الى تقريبا ما يفوق 915,000 طالب. المسجل الجدد سنويا خلال 2018 كانت 290,000، الحامل الشهاده 98,000، يعني عندنا خصاص الان ما يقرب من 350,000 مقعد دراسي الان 2018، وتستقبل سنويا الجامعات اكثر من 100,000 طالب بدون مقعد دراسي. الى ضفنا عليها تطور مجمل اعداد هيئه التدريس المداومه، انتقل العدد خلال 8 سنوات من 11,768 الى ما يقرب تقريبا 14,000. لدينا خصص كبير في اطر التدريس. كيف يمكن السيد الوزير نتحدث اليوم عن الزوده في التعليم العالي ومناهجنا زياده على هذا الشيء كله لا تستجيب لمتطلبات سوق الشغل بسبب هذه العوامل؟ هذه العوامل مجتمعه اصبحت. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي؟ السيده النائبه تفضل. السيد الوزير، خص الطاقه الاستيعابيه ديال الجامعات تشمل كل الحاصلين على شهاده البكالوريا بدون تمييز، والقطع ضروره القطع مع كلمه بكالوريا قديمه، وكل مواطن مغربي عنده الباك خصو يلقى بلاصته داخل الجامعه المغربيه، لا لتقادم شهاده البكالوريا، لا لحرمان وقتل طموح واحلام المغاربه في متابعه الدراسه الجامعيه بدعوى الطاقه الاستيعابيه، لان التعليم حق وماشي امتياز. السيد الوزير وشكرا. شكرا. ارد السيد الوزير. شوف السيده النائبه المحترمه، السيد المحترم، خصنا نقطعوا مع المنطق التقليدي ديال البنيه الجامعيه، ينبغي ان ننتقل الى التعليم الرقمي وان ننتقل الى الجامعات الافتراضيه، هذا هو الحل اللي مشات فيه الدول المختلفه. الامر الثاني، هناك مجموعه من المؤسسات مبرمجه عمليا في بني ملال، في فاس، في القصر الكبير، في طنجه، في تطوان، في العيون، اكثر من 10 مؤسسات جامعيه واكثر من 25 مدرج جديد مبرمج، سلمنا منا حوالي 18 مدرج والباقي نتابعه، ولكن لا اعتقد ان هذه المقاربه الصحيحه لتوسيع العرض الجامعي اللي خصو يمشي في اتجاه ما هو معمول به دوليا وهو الجامعات الافتراضيه والتعليم عن بعد، الشيء اللي غيمكننا من باش نستجبوا لا للبكالوريا القديمه ولا الجديده ولا لتنويع العرض التربوي في الجامعه المغربيه، هذا هو الحل الحقيقي وحنا كنشتغلوا. شكرا. و شكرا السيد كاتب الدولة اللي كتعدلت كل مياني أول مرة كان معنا، والسيد الوزير شكرا لكم. ونمر إلى القطاع الموالي، قطاع الصحة، بسؤال أول للفريق الاشتراكي. تفضل السيد النائب. السيدة النائبة تفضلي. السيد الرئيس، السيد الوزير، هل نتوفر فعلا على أقسام المستعجلات في المستشفيات العمومية بالمغرب؟ وهل الأمر يتطلب مجرد التدخل لمعالجة الاختلالات أم ضرورة الإنقاذ من الاندحار ومن إعلان الوفاة؟ شكرا سيد الوزير. جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب، سيدة النائبة المحترمة، أعتقد أننا علينا ألا نهول من الأمر. في المستعجلات كان هناك مخطط وطني لتكفل بالمستعجلات الاستشفائية وما قبل الاستشفائية، انطلق يعني بين يدي جلالة الملك، تقدم المشروع في مارس 2013 وحقق مجموعة ديال الإنجازات، لا فيما يخص وحدات المستعجلات القرب، ولا المصلحة ديال المستعجلات المتنقلة والإنعاش، ولا فيما يخص اقتناء السيارات ديال الإسعاف والوحدات المتنقلة، واحد المجموعة ديال الأمور ما يمكن شيء نجيو ونضربوا عليها يعني بسطر واحد. شكرا. تعقيب السيدة النائبة. واقع المستعجلات هو ما يعني نشاهده يوميا من خلال مجموعه من الافلام التي الان انا تروج عبر المواقع الاجتماعيه. واقع المستعجلات الان اصبح يفرض ذاته انه ان المواطن بدل ان يلجا لانقاذ حياته يجد نفسه امام موت محقق. المستعجلات في المغرب تبتدئ من لومبيلونس. لومبيلونس المواطن كيلقاها غير مجهزه، لا بطبيب، لا بادوات ديال الانقاذ والتدخل السريع.
حتى أن أحيانا يطلب منه أداء واجب البنزين لينقل إلى المستعجلات. واقع المستعجلات الآن لا وجود لبنية الاستقبال، لا وجود لأطباء، وهذا نعاينه ونحن مواطنون مغاربة ماشي أجانب على هذا البلد. المعايير الدولية التي أننا نجاب بها أحيانا في بعض الأشياء لا نجاب بها فيما يتعلق بصحة المواطن. صحة المواطن حق دستوري الآن بعد دستور 2011، ولكن للأسف نجد أن الحكومة رفعت يدها. شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي؟ سيد النائب الأصغر معاصرة كاين أخ. مرحبا، تفضلي سيد النائبة، تفضلي تعقيب إضافي. هو السيد النائب كان دار في اطار نقطه نظام وليس تعقيب اضافي وكان من الوقت. تعقيب اضافي تفضلي. نعم السيد، غير التوقيت. ها هو التوقيت عندك. نعم السيد الوزير، ما يمكنناش نتكلموا على المستعجلات بلا ما نتكلموا على وضعيه اجهزه السكانير. المثال بالمستشفى الجهوي لبني منال اللي كيتوفر على جوج اجهزه السكانير واللي في حاله عطله منذ ازيد من ثلاثه اشهر. هذا يدعونا للتساؤل، هل هي اعطاب تقنيه ام ان هناك ايادي خفيه وراء الاعطاب المتتاليه، لا سيما ان القطاع الخاص كيخدم مزيان. سيد الوزير، واش الجهات ديالنا واش ما دخلاتش في ضمن الاولويات ديالكم؟ واش كتعتبرونا مواطنين من درجه ثانيه؟ شكرا. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ شكرا. التجمع الدستوري، تفضلي السيده النائبه. نتمنى صادقين السيد الوزير ان يتم تطبيق هذا المخطط الوطني الذي ذكرتموه لإنقاذ ماء وجه المستعجلات المغربية بصفة عامة، تحديدا عملات المضيق فنيدق مستشفى الحسن الثاني، المستعجلات كارثية كتحدث لنا يوميا شجارات بين المواطنين وبين الأطر العاملة، تفضي دائما بالتهاء بمركز الشرطة، فيجد المريض نفسه بالسجن عوض العلاج. هذا راجع من الآن سنة، راجع كذلك للضعف المهول في الأطر الصحية، كذلك المركز الصحي السيد الوزير بالفنيدق، المركز الصحي به واحد القسم خاص بتصفيات الكيلي أو تصفيات الدم خاص بمرضى الكيلي، كيف تفقد أبسط التجهيزات، كيف تفقد الطبيب مختص، كيف تفقد سيارات الإسعاف، المرضى الطاقة الاستيعابية 40 فقط في حين. شكرا. لتعقيب إضافي آخر، العدالة والتنمية. شكرا سيد السيد الرئيس. السيد الوزير، طبيعة الحال الغرض ديالي ماشي التهويل ولكن إثارة انتباه لوضعية المستعجلات بمستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة. أنت زرتيه السيد الوزير، غتكون طالعتي على الوضعية، ولكن العرض الصحي في القطاع العمومي عموما في طنجة ليس بخير، ولكن وضعية محمد الخامس مستشفى الجهوي كيجيو له الناس من طنجة ومن المدن ديال الجهة كلها، يمكن نقول بان يعني الا دخلتي كتخرج مألم، اقل الوصف يمكن نقوله، لانه كاين خصص كبير في الخدمات في الاطباء في الوضعيه ديال التجهيزات. كاين مشكله السيد الوزير حقيقي ثار الانتباه هنا عده مرات، نتمنى ان الزياره ديالك يتبعها تدخل حقيقي لانقاذ محمد الخامس من الوضعيه اللي هو فيها. رد السيد الوزير. تفضل. سيدة النائبة، تكلمتي على المستعجلات وفي سؤالكم كاين بالضبط المستعجلات ديال المستشفى الجامعي ابن سينا اللي على غرار مجموعة ديال المستعجلات تم التوسيع ديالو والترميم ديالو، فيه يعني قاعة الاستقبال اللي توسعات، فيه كذلك صيدلية كتعمل 24 ساعة على 24، فيه وحدة للتحاليل البيولوجية، قاع العلاجات الخطيره مجهزه بمعدات بيوطبيه. انا زرت مجموعه المستعجلات وزرت بالليل، وكندعوكم ديروا لجان برلمانيه توقفوا على المستعجلات في المراكز الاستشفائيه اولا، لانه كاين واحد الاكتظاظ وكاين واحد التوجه للاسف مباشر، ولكن كذلك في المستشفيات الجهويه والاقليميه. قوموا بهذا العمل وعملوا التقارير ديالكم. انا اليوم تنقول بان هناك مخطط سيتم التقييم ديالو وسيتم تحسين يعني ولوج هذه المستعجلات. قلت في الاسبوع الماضي انه في ظرف 8 سنوات كنمروا من 4 مليون الى 6 مليون ديال المرتفقين عبر المستعجلات. الناس اللي 21% ديال الاستشفاء كيدوز عبر المستعجلات، وهذا الضغط من المؤكد انه خصو واحد التجاوب سريع، فعلا خصو تجاوب سريع وخصو كذلك موارد بشريه اللي كتاخذ الوقت ماشي سهل باش يمكن توجد
7 حتى 8 سنوات طبيب طبيب عام، ثم حتى 12 او 13 سنه اطباء ديال المستعجلات وديال يعني الانعاش. اريد كذلك ان اؤكد انه في هذا المخطط كانت 80 وحدة المستعجلات القرب، دارت 88. في هذا المخطط كذلك كان 11 ديال مصلحه المستعجلات المتنقله للانعاش، 11 اللي تلتزم بهذا المخطط. عملنا 15 عملت الوزاره، 467 سياره الاسعاف. فين هذه؟ فين كاينه؟ كاينه في ارض الواقع. فيها 92 زائد 30 من الصنف الف واحد، كتعمل بين 3 حتى 4 مليون ديال الدرهم، كانه مستشفى، كانه قسم ديال المستعجلات متنقل. يعني حنا بعاد على المستوى اللي كنا فيه، يعني في ربما في التسعينات او في الثمانينات من قبل، بعاد في المستوى ديال 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 الامكانيات وديال المعدات اللي عندنا. فعلا خصنا عمل على المستوى الموارد البشريه الشبه الطبيه، خاصه في مجال ديال المستعجلات اللي كتمشي مع هاد الوحدات المتنقله اساسي. ولكن ما خصناش نقولوا بانه ما دارش واحد العدد الامور. نجي دابا لبني ملال سكانير. انا ما يمكنليش نتكلم هنايا على واحد تجهيز بيوطبي خاسر، غنشوفوا علاش. لما كنزور المستشفيات تنسول على المداخل ديال هذا المستشفى في اطار يعني النظام ديال المصلحه ديال الدوله المستقله ومسيره بشكل مستقل. لما تنسول تنقول لهم علاش ما كتعملوا شيء، يعني العقود ديال الصيانه عندكم هذه الامكانيات. السيد الوزير، انا مور السؤال الموالي لفريق التجمع الدستوري. تفضل سيد النائب يطرح السؤال. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، هل من تدابير فعليه للنهوض بقطاع الصحه بالعالم القروي؟ جواب سيد الوزير. شكرا سيد النائب. العالم القروي حدا باولويه واهميه في قطاع الصحه. ويمكن نقول لك بان 60% ديال الموارد البشريه راه كتمشي للعالم القروي. كنقول لك كذلك بانه 80% ديال المؤسسات ديال الرعايه الصحيه الاوليه في العالم القروي. كنقول لك بانه في ظرف وجيز 4 سنوات من 1938 يعني مؤسسه ديال الصحه الاوليه الى 2011. شكرا. تعقيب سيد النائب. شكرا سيد الوزير على تعقيبكم، ولكن يبقى قطاع الصحة بالعالم القروي يعاني الكثير، لا على مستوى البنية التحتية ولا على مستوى الموارد البشرية. فإذا أخذنا بعين الاعتبار كنموذج إقليم مديونة في ظل تواجد أكبر مطرح للنفايات غير مراقب، مما يؤدي إلى تفشي العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة، فضلا عن بعض الأمراض التي لم نعد نعرف عنها أي شيء بسبب انتشار الدخان ليلا ونهارا، وكذلك المياه المتسربة من جنبات المطرح. سيد الوزير، إقليم مديونة يعرف ترحيل الساكنة من مدينة الدار البيضاء في دير البرنامج مدن بدون صفيح، وكما تعلمون فهذه الفئة هي هشة وفقيرة، ناهيك عن سكان جماعة الهراويين سيدي حجاج المجاطية والطالب والمناطق المجاورة لها. سيد الوزير، هذه المراكز الصحية القروية المتواجدة لم تعد تستوعب أعداد المرضى بسبب توقفها من أجل الإصلاحات أو بسبب الخصاص المهول في الأطر، وبالتالي يتم اللجوء إلى المستشفى الإقليمي المحسوب على إقليم دونا، والذي لا يتواجد به إلا طبيب واحد للولادة، طبيب واحد للأطفال، طبيب جراح، وخمسة للمستعجلات. جهاز سكانير والراديو ما خدامينش. السبب كيقول لك دائما بسبب عدم وجود ميزانيه للتسيير واقتناء المعدات التقنيه. شكرا حتى رجال السيكوريتي. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي؟ اذا فريق استقلالي تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، صراحه سيد الوزير، المشاكل ديال الصحه في العالم القروي هي مشاكل عويصة جدا. الدليل على ذلك هو انه ما سلمتش من هاد الاشكاليه حتى المستشفيات الاقليميه. اعطي مثال بالمستشفى الاقليمي ديال بوعرفه، اللي صراحه معينا فيه تقريبا 30 اختصاصي، ولكن الان لو كان نمشيو نشوفوا اللي هما عمليين
لقى واحد 3 ولا 4 على اكبر تقدير. كان قسم ديال الولاده فيه 3 ديال الطبيبات هذه 3 شهور الان بدون طبيبه، هل يعقل انهم 3 طبيبات ما تبقى حتى شي وحده؟ حنا الحكومه كتقول بانه خصنا نخفضوا من عدد الامهات في الوفيات ديال الامهات الحاملات، ولكن الان كلهم خصهم يمشي واحد 300 كيلومتر باش يمشيوا حتى لوجده. ما هو دور المديريه الاقليميه السيد الوزير؟ لانه لا يعقل ان 3 ديال الطبيبات كلهم يمشيوا وما يتعوضوا شيء. الاشكال مطروح كذلك على مستوى القسم ديال الجراحه، كاين طبيب واحد يعمل بجد، ولكن هذا الطبيب واش ما يمشي كونجي ما يقال حتى شي مشكل؟ تعقيب اضافي اخر، العداله والتنميه. واحد واحد فيكم اللي غادي يعقب. تفضل السيده النائبه. سيد الوزير، اقليم او سرد التابع لجهه الدخله وادي الذهب ليس من المعقول اليوم ان لا يوجد به ولا طبيب واحد. سيد الوزير، نحن لا نطالب الحكومه بتحقيق اضغاث الاحلام، لا نطالبها بطبيب لاسره او لحي سكني، ولكن نطالبها بتامين خريطه صحيه تضمن تكافؤ الفرص في الولوج للخدمات الصحيه لجميع المغاربه. ثانيا، نطالب السيد الوزير وزارتكم بالحرص على التوزيع العادل للموارد البشريه وعلى اساسها في اولها المناطق القرويه والنائيه والجبليه، وشكرا. أرد السيد الوزير. تفضل سيد الوزير. شكرا السيدة والسيدة النائبين. فيما يخص إقليم مديونة، المستشفى هو مستشفى حديث الافتتاح، وفعلا مازال ما ترتبطوش الميزانية الخاصة به باش يمكن ينطلق. سوف يستفيد من موارد بشرية سنة 2018. فيما يخص يعني التغطية الصحية للساكنة، 98% من هذه الساكنه ما كتبعدش على المراكز الصحيه ب يعني اكثر من 10 كيلومتر. و يعني هناك اليوم جدول زمني لتقديم علاجات وبرامج صحيه بواسطه الوحدات الصحيه المتنقله، هذا مساله اساسيه، بجماعات المجاطيه وكذلك دوار الحارث بجماعات سيدي حجاج. وهذ المركزين فالمراكز الصحيه كاينه 7 بالاقليم، 3 منها قروية، 2 فيهم الأطر الطبية، وغيعرف افتتاح مركز يعني الثالث القروي الحمد بجماعة المجاطية، وغنوفر له 2 ديال الأطر الطبية و2 الأطر التمريضية. فيما يخص كذلك المراكز الصحية، يمكن نتكلم لكم على العدد ديال الفحوصات اللي تم فيها، 41,840 فحص طبي في 4 سنوات الأخيرة، وكاين نسبة ديال التمنيع يعني التلقيح 97% ديال التغطية على مستوى الإقليم، والنسبة ديال الزيارات في إطار برنامج ديال الصحة المدرسية اللي كتوصل كذلك 96%. هذا فيما يخص إقليم مديونة. فيما يخص يعني إقليم بوعرفة، سيد النائب المحترم، نحن في مؤسسة محترمة وكلامكم يؤخذ يعني بمحمل الجد، وسنتأكد إذا كان هاد 30 طبيب وطبيبة من المختصين اللي كاينين في هذا المستشفى متواجدين ولا متواجدينش، لأن هذا كلام يعني إلا كان صحيح فهو خطير، وخصنا نقوموا باللازم في هذه الاتجاهات، وأنا ألتزم معكم بذلك. فيما يخص التعويض، بطبيعة الحال حنا يعني كل سنة راه كاين مناصب وكنعطيو الأولوية لهاد الأقاليم اللي هي بعيدة، وكما كتعرفوا هذه المسألة هذه. فيما يخص الطب العام، مازال ما عندناش إمكانية أننا نفرضوا على الاطباء انه يمشيو، يعني لما ما تيبغيش يلتحق راه تيتم يعني التحويل ديال المنصب ديالو او الالغاء ديالو. فيما يخص اقليم او سرد، اليوم كيحظى باهميه. واحد الوقت كان عندنا مركز صحي كان مغلق او حول الى مرفق عمومي، يعني ذات عنده صفه اخرى. اليوم مع عدد السكان اللي ارتفع ومع كذلك في منطقه ديال القرقرات، هناك الان افتتاح ديال هذا المركز ودعمه بالموارد البشريه. شكرا الوزير. في اخر سؤال، فريق الاسره والمعاصره في القطاع. تفضل سيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اهني السيد الوزير
على المهمه اللي ان شاء الله غادي يقوم بها. سؤال حول تحسين ولوج الخدمات الصحيه للعالم القروي. شكرا. جواب سيد الوزير. شكرا سيد نائب، اعتقد ان السؤال الذي سبق يذهب في نفس الاتجاه ويوضح كذلك من خلال جوابنا الاهميه اللي كان لها للعالم القروي. اللي بغيت نقول هو انه اليوم الاستثمار في مجال الصحي في العالم القروي يخضع الى خريطه صحيه، ونحن نطالب المديريات الجهويه بان تسرع باخراج لمن لم يقم بذلك او في طور الانجاز ان تسرع باخراج تلك المخططات الجهويه لتكون ورقه توجه العمل ديالنا ولك العمل ديال الشركاء كذلك. انا اعلم بان العالم القروي هناك متدخلين اللي كيقوموا بانجاز مجموعه ديال المشاريع، ولكن تيبقى دائما تاخر في الفتح ديالها نظرا لانه ما توقعناش وما رصدناش لها الموارد لم ناحيه المعدات او الموارد البشريه الضروريه. شكرا. تعقيب السيد النائب. السيد الوزير، يظهر ان هذه الحكومه والحكومه السابقه يعني تقوم بتمييز بين العالم القروي والعالم الحضاري. الملاحظ هناك خصاص مهول، هناك احتياجات كبيره، ولكن هناك تفسير ربما تفسير منطقي لقله الاهتمام، وهو انه ساكنه العالم القروي ما كيصوتوش لاحزاب معينه. اذا هذا الحيف، هذا حيف يجب ان يراعى بعين الاعتبار. اكبر دليل على هذا الخصص اللي كاين في العالم القروي هو التدخل المباشر ديال صاحب الجلاله الله ينصره من خلال القوات المسلحه الملكيه اللي كل عام كنشهدوها تدخلاتها يعني المحموده والمشرفه في الجبال وفي القرى وفي العالم القروي وكذلك في مناطق النائيه. هذا التدخل يعني محمود، ولكن هناك تدخلات اخرى هي هو يعني الحملات الطبيه المتنقله. هذا كذلك دليل على انه الحكومه ما عطيتش اهتمام، لانه هذه المبادرات مبادرات يعني خارج اطار الحكومه. لذلك رجاء سياسه الحكومه والبرنامج الحكومي خصو يهتم بهذا العالم القروي. العالم القروي راه يحتاج اهتمام لانه ما فرينوش مسائل اخرى، ما كاينش مدارس، ما كاينش طرق، ما كاينش يعني وسائل ديال الراحه. لذلك صحه المواطن وصحه يعني الانسان اللي كيعيش في العالم القروي الا ما اهتمناش بها راه غادي يكون عبء اضافي للمناطق الحضاريه اللي كذلك هي حتى هي عندها مشاكل. واكبر دليل هو ما قاله الزملاء الان في هذه الجلسه. شكرا سيد النائب. تعقيب اضافي للعداله والتنميه. نشكركم السيد الوزير على الدفعه الاخيره من الاطباء المخصصه للاقليم ديال تنغير، ولكن تيبقى الاشكال الكبير والمزمن، واقول المزمن، هو التاخر في الاشغال ديال هذا المستشفى الاقليمي، رغم انه تعطات الصفقه ديال الشطر الثاني، ورغم التطمينات العديده والمتكررات اللي تلقيناها، الامر لا يزال على ما هو عليه. ارجو منكم سيد الوزير تدخلا حاسما في هذا الموضوع. شكرا. ارد السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. اولا يعني لا يمكن ان نقبل ان نقول بانه ساكنه في العالم القروي او في المكانت انها غتكون مهمشه او مقصات بسبب اصوات، يعني هذا شيء غير مقبول ونرفضه. واعتقد كل الاحزاب هنا المتواجده عندها منتخبين بالعالم القروي، وما عندناش بتاتا انه يتم الاقصاء، وهذا شيء خطير. فيما يخص العالم القروي، انا تكلمت وقلت شنو هي الامكانيات اللي كيعطيها قطاع الصحه. الا خدينا قطاع التربيه الوطنيه غنلقاو نفس الشيء، الا خدينا قطاعات اخرى غنلقاو نفس الشيء، غنلقاو بانه امكانيات كبيره كتصد. خدينا مثلا الاناره والربط بالماء الى اخره. الاطر الطبيه تكلمت عليها، قلت بانه اغلبيه تنوجهها الادويه، الاغلبيه الادويه كتوجه الى المستوصفات بالعالم القروي، وسنه بعد سنه كنزيدوا من الميزانيه المخصصه الى ذلك. 51 موقع بالعالم القروي ديال نظام المساعده الطبيه المستعجله اللي تم الاحداث ديالو، وخاصه الوحدات اللي فيها يعني
دي موديول ديال يعني الوحدات ديال الولاده. بالتالي اليوم راه حنا وصلنا ل 75% ديال المراقبه ديال الولاده بالعالم القروي، ومازال بغينا نمشيو نستمروا في هذه المساله هذه. وكذلك الوحدات ديال مستعجلات القرب، يعني 80% كاينه بالعالم القروي، 88 وحده اللي تم الانجاز ديالها. اسطول النقل والاخلاء الطبي تكلمتوا عليه، كاين اربعه ديال المحاور. شكرا السيد الوزير وشكرا لكم على مساهمتكم، ونمر الى القطاع الموالي، القطاع المكلف بالمغاربه المقيمين بالخارج والهجره. مرحبا سيد الوزير بسؤال اول لفريق العداله والتنميه، تفضل طرح السؤال. فريق العداله والتنميه، أعلن المغرب بطريقة إرادية عن قرار تسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب. نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي تستخدمونها لضمان التنزيل الجيد لهذه الاستراتيجية. تفضل السيد الوزير الجواب. شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. بالفعل المغرب بشكل إرادي تبنى منذ 2013 سياسة جديدة للهجرة. يمكن نقول بأنه الوحيد في الضفة الجنوبية اللي وعى بأن كاين تحولات كبيرة فيما يخص دبير الهجرة. وبالفعل هذه السياسة انطلقت لاعتبارات متعددة. الاعتبار الوطني أن المغرب ما بقاش فقط بلد عبور، أصبح بلد إقامة، وبالتالي طلب أنه تكون هذه السياسة باش تعطي إمكانيات للناس اللي قرروا أنهم يعيشوا داخل المغرب توفرلهم الشروط القانونية والشروط ديال الاندماج جيد. الشروط القانونية تحققت كما ذكرتي السيد النائب، وتم تسوية الوضعية في العملية الأولى كانت 23,096، العملية الثانية 28,000 اللي تحطات، تم تغيير المنظومة القانونية اللي سمحت للأطفال هم باش يدخلوا المدارس. الآن عندنا 7,600 طفل داخلين النظام التعليمي المغربي في القطاع العام، وعندنا كذلك عندهم الحق على مستوى التطبيب، وعندهم الحق على مستوى السكن الاجتماعي، وعندهم الحق على مستوى التكوين المهني. المغرب نظرا لهذه السياسه واللي هي اراده ملكيه قويه اصبح يحظى بهذا الاستثناء. لذلك في دجنبر 2018 المغرب غادي يعرف تنظيم اول ميثاق عالمي من اجل هجره منظمه ومنتظمه وقاره، نظرا لوعي الامم المتحده بان التدبير يجب ان يكون تدبير جماعي وبشكل متكامل. كذلك المغرب غيحتضن في دجنبر 2018 المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في النسخة ديالو 11. هو فضاء اللي كيكون فيه المجتمع المدني، كيكون فيه القطاع الخاص، كيكون فيه القطاعات الحكومية، من أجل التفكير في تدبير جماعي متكامل لإيجاد حل لهذه المشاكل اللي هي ما بقاتش للأسف عندها شأن وطني أو خاص بكل دولة، أصبح شأنا دوليا وكونيا. شكرا. شكرا. تعقيب سيد النائب. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير، تتقوموا بواحد المجهودات كبيره على مستوى الهجره، تنشكركم. اليوم الاتحاد الافريقي حمل المغرب مسؤوليه واعطانا الرياده في مجال الهجره في شخص جلاله الملك نصره الله. القرار الاممي كذلك بتنظيم منتدى دولي في دجنبر 2012 كذلك هذا اعطانا مسؤوليه اكبر دوليه، ولاول مره التاريخ الافريقي ولا في التاريخ العربي الى غير ذلك. اذا المسؤوليه مشتركه. يبدو لي السيد الوزير خاصنا نخدموا على واحد القضيه اساسيه اللي اشار لها جلاله الملك. شنو هي؟ هو ان الناس يعتبرون بان الهجره عندها بعد سلبي. الهجره لها بعد ايجابي اذا وظفت في الاتجاهات الايجابيه. بالتالي يجب ان نصحح هذا المفهوم، المفهوم الفكري، مفهوم خطا معرفي. بعد ذلك يمكن ان نوضح امور كثيره. بالتالي نحن نحتاج إلى مقاربة تشاركية يكون فيها البعد الإنساني والبعد الاجتماعي والبعد الثقافي والبعد القانوني حتى نعيش عيشا مشتركا في هذا العالم، ونحول الهجرة من مسار يعني مسار سلبي إلى مسار إيجابي معطاء ومفيد إلى غير ذلك وباني للتنمية. شكرا سيد الرئيس. هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل سيد الوزير كان من رد. بالفعل أشاطركم في هذه المقاربة الجديدة اللي هي مقاربة فعل المغرب رائد فيها، واللي صاحب الجلالة من يقدم الأجندة
في القمة الإفريقية الأخيرة كانت مقاربة استثنائية اللي كتعطي البعد الإفريقي الإفريقي، واللي ركزت على ثلاث نقاط: الهجرة رفيعة التنمية، الهجرة اللي غتدعم تعاون جنوب جنوب، والهجرة اللي غتعطي البعد التضامني. وغنعطي رقم فقط للاستئناس، كاين 32 مليون مهاجم إفريقي في العالم. شكرا سيد الوزير، شكرا. نمر للسؤال الموالي. سيدات السادة النواب الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائمة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم عن الإجراءات الحكومية المتخذة لتشجيع المغاربة العالم على الاستثمار في المغرب، وشكرا. شكرا. جواب السيد الوزير. بالفعل المغرب في حاجة الأبناء باش يساهموا في التنمية عن طريق الاستثمار. غنعطي بعض الأرقام للاستئناس. تحويات مغاربة العالم هي 62 مليار درهم اللي كتساهم في تنشيط الاقتصاد. فيها 70% كتمشي لمجال العقار، 23% كتمشي لمجال تحسين وضع المعيشة لعائلات مغاربة العالم، وفقط 7% كتمشي للاستثمار. لذلك هناك تفكير، وتفكير موجود. اولا كاين صندوق لدعم الاستثمار، الدوله كتساهم به في 10% الى حدود 5 مليون ديال الدرهم، واللي كتشترط على ان اي مستثمر مغاربه العالم خصو يساهم ب 25% من قيمه هذا المشروع بوصل العمله الصعبه. كاين كذلك الجهه 13 بالاضافه الى واحد الخليه ديال المتابعه. حنا خصنا ننتقلوا من ثقافه اعتبار العقار هو المجال الوحيد الى ثقافه اخرى اشمل، ما دام انه مهاجم في العالم كيساهموا ب 9.4% في الناتج الخام العالمي، وبالتالي 32% من مداخلهم تتبقى في بلدان الاستقبال. نتمنى ان هذا الرقم يتغير وجزء منهم يساهم في انعاش الاقتصاد عن طريق الاستثمار، وماشي فقط في تنشيط الاقتصاد. شكرا. شكرا. تعقيب السيده النائبه. الاستثمار هو دعامة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. إذن من الضرورة تعزيز وتشجيع مجهودات الحكومة، وكذلك تفعيل الإجراءات والآليات المتخذة من طرف الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات في الدول الأجنبية لتحسيس المستثمرين المغاربة بالمؤهلات المتواجدة في المغرب، وكذا الإصلاحات وخصوصا القانونية التي تسير في هذا الاتجاه. ربما كذلك إحداث خلية داخل السفارات لاستقطاب المستثمرين ومواكبة إحداث المشاريع في المغرب. الإقدام على دراسة إمكانيات الاستثمار في العالم القروي والمؤهلات التي يقدمها هذا المجال، بالإضافة إلى ربما نسمع منذ سنين عن تبسيط المساطر الإدارية، عن تقليص الأجل، عن الشباك الوحيد، عن المراكز الجهوية للاستثمار، إلا أن هذه الآليات كلها غير مفعلة بالشكل الصحيح. لذلك ربما يجب تأهيل المراكز للاستثمار ودعم صندوق دعم الاستثمار المغاربة في الخارج، وكذلك تفعيل الجهة 13 للمغاربة المقاولين، بالإضافة إلى عدة إجراءات التي يمكنها أن تساهم في الزيادة في الاستثمار بالمغرب، وشكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ أرد السيد الوزير، تفضل. أنا أشرت السيدة النائبة بأنه يجب أن يتغير إدراك مغاربة العالم للتفاعل مع الاستثمار، وأن ينتقل إلى الاستثمار في قطاعات واعدة. بالفعل كاين هناك صندوق، هذا الصندوق كاين عند صندوق الضمان، لكن لا يستعمل تقريبا، في حين أن الدولة كتوصل فيه إلى 5 مليون درهم بدون مقابل، ما ترجعهاش غدا. لذلك احنا كنقوموا بلقاءات، قمنا بلقاءات مع كفاءتنا في ألمانيا، قمنا بلقاءات مع الكفاءة ديالنا في الإمارات، قمنا بلقاء مع الكفاءة ديالنا في أمريكا، وغادي نستمروا تندخلوا في عملية التحسيس لتغيير هذا الإدراك الثقافي. أنا قلت بأنه الهجرة في العالم هي 258 مليون مهاجر في العالم. شكرا. كيساهموا بنسبة كبيرة. شكرا لك سيد الوزير، وشكرا على مساهمتكم في هذه الجلسة، ونمر إلى قطع النقل. مرحبا بالسيد الوزير بسؤال أول للفريق الاشتراكي. تفضل السيدة النائبة. السيد النائب طرح السؤال. قطع النقل. سيد الرئيس، سيدة السادة النواب المحترمين، سيد الوزير،
السيد الوزير في البوابات الجاليه المغربيه باش يجيو بالعطله ديالهم. واش الحكومه وجدت شي اسطول البحريه في الموانئ المغربيه وخاصه طنجة الحسيمه النظوة؟ وشكرا. جاوب السيد الوزير. السيد الرئيس، السيد النائب المحترم، اكيد انه الاهتمام ديال هذه الحكومه بالجاليه المغربيه هي من الاولويات ديالها، وخاصه في هذه المرحله ديال العطله. وهذا العام تتعرفوا بانه عندنا واحد الفتره اللي هي ممتده، اذا من 5 يونيو حتى البدايه ديال شتنبر 15، عندنا عيد الفطر حوالي 14 يونيو، عندنا عيد الاضحى حوالي 22 غشت، وعندنا الدخول المدرسي 3 حتى 10 سبتمبر في الخارج. وبالتالي الوزاره اشتغلت مع الفرقاء الاخرين، لان احنا جزء اللي مرتبط بالنقل، والا اللجنه الوطنيه اللي مشتغله على هذا الملف قد جهزت كل ما هو متاح في الوسائل ديال النقل، وبالاساس البواخر مادام تكلمتي على الموانئ، سواء كان ميناء ديال طنجة المدينة أو طنجة المتوسط الجزيرة الخضراء، ولا حتى الناظور الميرية، وأيضا الخطوط الطويلة اللي تتمشي لبرشلونة، واللي تتمشي حتى لفرنسا بسيت، ولا اللي تتمشي حتى لجينوفا في إيطاليا. شكرا سيدي. تعقيب السيد النائب. الجالية راهم في واحد المشكل كبيرة، كيوصلوا للموانئ ديال إسبانيا، كاين غير البواخر مليلية عندها 4 ديال البواخر ترانس ميديتيرانيو، النضوء ديال ترانس ميديتيرانيو، ما كاين حتى شي واحد ديال كوماناف. علاش الدوله ديالهم عندها البواخر، حنايا كوماناف ما عندهاش الدوله ديالنا؟ حنايا عندنا المشاكل كبيره، لان على الثمن البواخر اللي كيجيو للموانئ ديال المغرب غالي على الجاليه، كيمشيو على المليليه المحتله ولا سبته المحتله، ومنين كيخرجوا كيلقاو الولاد القصيرين، وكيلقاو الناس ديال الهجره، وكيهجموا عليهم على اولادهم، على لان خص الموانئ ديالنا اللي فيهم الامن يكونوا البواخر ديال الشركات ديالنا كوماناف ولا ديال الخواص. كاين الناس اللي بغاو يكريو ولكن المساعده ما كانش، ولكن دائما كتجاوبني الا كاين شي حاجه انا نجيب لك المستثمرين اللي غادي يكريو، وما تعطينيش هذيك اللي كتكوني كيمشي لسات ولا كيجيبوا التهريب التهريب المعيشي. راه خصنا اللي غادي. هل هناك تعقيب اضافي؟ شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك. جاوب السيد. شكرا، هناك من رد السيد الوزير. شكرا لك سيد النائب. هل هناك من رد السيد الوزير؟ تفضل. شكرا سيد الرئيس. لا غير السيد النائب تيعرف بان الكومانه شحال هذه دارت فايت ما بقاتش، وان القطاع هو قطاع محرر. سيد النائب مرحبا، انا من غدا نستقبلك، جيب لي المستثمرين. الرخص متاحه لجميع المستثمرين المغاربه في اطار داك التعادل اللي عندنا مع الطرف الاخر. الا كانت هما عندهم 10 حنا 10، الا عندهم 4 حنا 4، الا عندك شي واحد مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. نمر الى السؤال الموالي. سيدات السادة النواب فريق الاثار والمعاصره، تفضل سيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، شهد الطريق السيار الرابط بين اكادير ومراش في الاونه الاخيره، وبالضبط بالجماعه الترابيه لامسكرود، وقوع حوادث مميتة كان آخرها الحادثة المروعة التي وقعت يوم السبت 17 مارس 2018 تسببت فيها شاحنة من الحجم الكبير بسبب خلل في الفرامل، مخلفة مصرع عدد كبير من الضحايا. وتطرح هذه الفاجعة أسئلة عن الأسباب الكامنة وراء هذه الحوادث المهولة، وخاصة ظروف وملابسة تكرار وقوعها على مستوى هذه النقطة بالذات، ومدى نجاعة أساليب المراقبة الطرقية للحد من التجاوزات المرتبطة بالحمولة غير القانونية والسرعة المفرطة والحالة الميكانيكية والتهور في السياقة. لأجل نسألكم السيد الوزير عن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها وزارتكم من أجل تقوية المراقبة الطرقية الكفيلة بالحد من وقوع هذه الحوادث المميتة، وعن إمكانية التدخل لمعالجة الاختلالات في بناء المنحدر الخطير بأمسكرود الممتد على أزيد من 20 كيلومتر. شكرا. جواب السيد الوزير.
شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب. بالفعل الحادثه الاخيره والحوادث التي سبقتها في هذا المقطع ديال الامس كرود اللي تكلمت عليه لا يمكن الا ان نطرحها على الشهداء ديال الطريق، ولكن من الناحيه التقنيه وتحديدا من الناحيه التقنيه هذا المنحدر هو متعارف عليه دوليا من حيث المعايير، لكن هناك اشكالات اللي مرتبطه اساسا بالطريقه ديال التعاطي ديال الشاحنات وديال النقل الثقيل مع هذا المنحدر، اللي من خلاله اللجنه الوطنيه ثم اللجان الاقليميه اللي اشتغلت على الملف من الناحيه التقنيه حددت مجموعه من الاشكالات، اولا مرتبطه بالسلامه ديال هذا الطريق، بمعنى الجانب اللي مرتبط اليوم بالباحه اللي غادي تكون قبل ما نوصلوا لذاك المنحدر واللي غنفرضوا على الكوالور باش يدوزوا ويستريحوا فيها وتكون فيهم المراقبه. المساله الثانيه مرتبطه بالكاميرات اللي غدار على طول المنحدر، زائد المراقبه ديال الوزاره اللي غادي يكون في الكيلومتر 897 والكيلومتر 410 باش يكونوا على حساب ذاك ال 20 كيلومتر المراقبه اللي هي اجباريه. تنشتغلوا على اون تروازيام فوا في الامكانيه اننا نديروها من الناحيه التقنيه، راه حنا تنشتغلوا عليها في ذاك المنحدر باش نوسعوا، زائد مجموعه من المخارج اللي الان متاحه ايضا من الناحيه التقنيه واللي حنا بصدد دراستها باش نقللوا من الحجم ديال الخسائر الماديه والبشريه ديال الحوادث في هذا المنحدر اللي تيبقى بالفعل من المنحدرات الخطيره على الصعيد الوطني. شكرا. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير على التوضيحات، الا انه ملي تنشوفوا الاحصائيات وهذا الشيء عندكم غادي نشوفوا بانه كاين يعني واحد ترابط ما بين الاسباب ديال هذه الحوادث، خصوصا هذه الحادثه ديال مارس ونفس الحادثه يعني حيث انه وقع تحرقوا يعني الضحايا و هذاك المنحدر ولا نقطه سوداء، حتى انه ربما كاين اللي تيقول لك علاش ما نديرولهاش بونت دو لامور للتذكير. اظن بانه زياده على هذه الاجراءات، فشركه طرق السيار عندها مسؤوليه وحنا تنلاحظوا. شكرا الصيانة. النائب شكرا لك. هل هناك من تعقيب اضافي؟ هل من رد عند السيد الوزير؟ تفضل. والسيد الرئيس، الشركة ديال طرق السيارة بالإضافة إلى وزارة التجهيز والنقل هما واعيين بالخطورة ديال هذا المقطع، والشركاء ديالنا كلهم اليوم على الصعيد الإقليمي والمركزي يشتغلون على بروره بديل اللي غيكون بديل حقيقي من السلامه الطرقيه في هذا المسار. انا مشيت معك وقلت لك اليوم بدينا تنشوفوا واش ما نديروش تروازيام واحد الخط ثالث بداك المنحدر كله اللي غادي يكون مكلف، ولكن من حيث السلامه الطرقيه غيكون زائد اجباريه انه كل الوزن الثقيل سواء كانوا شاحنات محمله غيكون ينزلوا يدخلوا لواحد الباحه قبل ما يوصلوا له ويتم المراقبه ديالهم اللي غتكون مراقبه جد دقيقه، على اساس انه كل واحد اللي بغى يكمل يمشي بوفق هذه المراقبه. فاذا الاجراءات نحن واعيين بالخطوره ديال هذا المسلك، والاجراءات الان كانت بدات ولكن في هذا الحديث الاخير. شكرا ونشكركم على مساهمتكم معنا، وننتقل الى قطاع الاسره والتضامن والمساواه والتنميه الاجتماعيه. مرحبا السيده الوزيره بسؤال الاول لفريق التجمع الدستوري. تفضل السيد النائب. سيد الرئيس، سيده الوزيره، نسائلكم عن ارتفاع حالات العنف الموجهه ضد النساء. شكرا. جواب السيده الوزيره. السيد الرئيس، السيد نائب المحترم، اولا ما عندناش الارقام الان باش نقولوا قد ارتفع العنف في المغرب، عندنا الارقام ديال 2009 ووزاره التضامن طلقات الدراسه الثانيه البحث الوطني الثاني لانتشار العنف بالمغرب اللي ان شاء الله تخرج النتائج ديالو اخر 2018، وداك الساعات نقدروا نعرفوا مقارنه الارقام ديال الان مع ديال 2009 ونقول واش ارتفع ولا انخفض. ولكن اللي بغيت نقول انه اليوم بين يدينا قانون اللي هو غادي يساعدنا للحد من العنف المنتشر في المغرب اللي صادقتوا عليه واللي اليوم كيتاجرى الحمد لله. ثالثا عندنا مراكز الاستماع اللي كنمولوها ب 35 مليون ديال الدرهم باش تستقبل النساء المعنفات وكذلك كترشدهم باش يحاربوا العنف الذي يطالهم. وما نساوش كذلك ان هناك حملات تحسيسيه اللي هي تبغي نشر الوعي في المجتمع من اجل ارساء ثقافه احترام الاخر وكذلك ثقافه التعايش المشترك على هذه البسيطة. شكرا. تعقيب سيد النائب. وزارة العدل
كلها كتاكد بان هناك ارتفاع ديال الحالات ديال العنف الموجه ضد النساء. كاين اهمال الاسره، كاين ارتفاع بحوالي 4346، الاغتصاب، القتل العام، الاجهاض بين سنتين 2015 و2016. السيده الوزيره المحترمه، اخر الوصايا ديال الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ان ينتقل الى الرفيق الاعلى وهي استوصوا بالنساء خيرا. اليوم اللي كنشوفوا في المجتمع هو انه قربنا نديروا واحد التطبيع مع الحالات ديال العنف الموجه ضد النساء، وهذا هو الخطير في الامر. صحيح ان هناك مجموعه من الاجراءات كتقوموا بها وهذا ما ننكروهش، ولكن واش يمكن لخص استراتيجيه ديال الحد من العنف في المجتمع في مجرد اجراء اللي مرتبط بالدعم ديال الجمعيات، او لا اجراء معين مرتبط بدعم جمعيه ديال الاستماع؟ لا اعتقد. انا كنظن بان العمل كل عمل خصو يتعمل على مستوى التوعيه، العمل كل عمل خص تكون استراتيجيه وطنيه وينخرطوا فيها جميع القطاعات الاخرى. ثم السيده الوزيره، بالله عليك اليوم كنعرفوا بان بالاضافه للازمات الاقتصاديه اللي كتعيشها المراه المغربيه اليوم، مضطره باش انها تشري سياره باش تخرج من واحد المضايقات عديده اللي كتعرفها في المجتمع. الكلفه ايضا، الكلفه الاقتصاديه ديال العنف اليوم مخجله، الارقام اليوم صادمه. ملي كنشوفوها ما يقع الان على المستوى ديال الانترنت وعلى المواقع الاجتماعيه، اسمحي لي نقول لك سيدي الوزيره بانه لا يشرف المغاربه اليوم اننا اليوم نكون نعامل المراه المغربيه بهذه الدناءه. كنظن بان استراتيجيه بعيدا عن الاجراءات والتدابير الفرديه المنعزله واللي كتنزل بشكل يعني عمودي لن تفيد الموضوع. رجاء خص الفرقاء، خص التعليم، يكون عندنا تعليم اللي كيكرس. ثم الانهيار ديال منظومه القيم، حنا في التجمع الدستوري كنقولوا بان الاسره هي النواه الحقيقيه ديال المجتمع. شكرا لك. هل هناك من تعقيب اضافي؟ تفضل السيده الوزيره، تفضلي. طبعا حنا متفقين على هذا الشيء اللي قلته كامل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توجه الى الرجال وقال لهم استوصوا بالنساء خيرا. بغينا نشوفوا هذا الشيء في السلوك، وبغينا نشوفوا كذلك في طريقه التعامل. وبغيت نقول بان المرصد الوطني الذي احدثته الوزاره في 2014 خرج جوج ديال التقارير، واحد فيهم كيقول ان العنف الاكثر ممارسه يكون في الفضاءات العموميه حيث تتواجد الرجال والنساء. وبالتالي خاصنا اليوم كنا كيف ما قلتي السيد النائب اننا نفعلوا القانون ونشتركوا في محاربة هذا العنف حماية للقيم. شكرا السيدة الوزيرة. ونمر السؤال الموالي، فريق العدالة والتنمية، تفضل سيد النائب. السيدة الوزيرة المحترمة، استبشر الأشخاص في وضعية إعاقة للمشروع الحكومي الهادف إلى منح دعم مادي لهذه الفئة الحاملة لمشاريع، وذلك في إطار تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المديرة للدخل لهذه الفئة تنفيذا لمشروع إنشاء صندوق دعم تماسك اجتماعي. إلا أن هذه عملية التنزيل تعرف صعوبات وتعقد في مساطير الاستفادة مما يحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من إخراج هذا الصندوق. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن إجراءات وزارتكم لتجويد عمل هذا الصندوق ضمانا لتيسير استفادة المستحقين، وشكرا. جواب السيدة الوزيرة. أولا أشكر السيد النائب على هذا السؤال، ولكن بغيت نقول بأنهم ما يمكنش أن نحكموا على الصندوق بدون المعطيات. المعطيات كتقول الآن في المحور الرابع المتعلق بالأنشطة المديرة للدخل أننا وصلنا إلى تقريبا ما يصل إلى 900 مشروع ممولة من هذا الصندوق بما يقارب اعتمادات التي سخرت لهذه المشاريع ديال 40 مليون ديال الدرهم. هذا كنتكلموا غير على الانشطه المديره للدخل، ما كنتكلموش على الصندوق بجميع الخدمات التي يقدم للاشخاص في وضعيه اعاقه. وعندي هنا التفاصيل ديال حاملي هذه المشاريع بالاعاقات المتنوعه وكذلك بالنسب المختلفه. بغيت نقول انه كانت بالفعل هناك مشاكل، بحال مثلا شرط السن اللي دخلت الوزاره حذفات شرط السن. هناك تدخل ديال الوزاره كذلك فيما يتعلق بالمشاريع المتعلقه بالعمليات الفلاحيه، رخصت ان تقبل كذلك هذه المشاريع. وكاين كذلك شرط ديال الوصل ديال المحل بالنسبه اللي كيقدموا مشاريع تجاريه، هذه حتى دخلت الوزاره وحذفتها. وهذه من التيسيرات التي قدمناها تشجيعا للاشخاص في وضعيه اعاقه حاملي المشاريع المتنوعه في جميع المجالات. شكرا. تعقيب السيد النائب، تفضل. الرئيس، شكرا السيده الوزيره. بداية نتمم كل هذه الإجراءات اللي قمتوا بها من أجل تسريع إنزال الدعم للفئات ديال الأشخاص في وضعية إعاقة.
لانه البرلمان بعد ما صدق على القانون الاطار اللي كيهم هذه الفئه هذه بقينا كننتظروا ووقع تاخر، ولكن اليوم بدات التنزيل، بدات الاجراءات. اللي كنطلبوا منكم سيده الوزيره هو ان طبقا الفصل 34 من الدستور اللي تحدث على تمتيع هذه الفئه بالحقوق ديالها كامله سواء الاجتماعيه والمدنيه، بغيناكم بالاضافه لهذا الاجراء اللي قمتوا باش ديروا اعاده تاهيل الاشخاص وادماج في حياه الاجتماعيه وتيسير تمتع الحقوق والحريات. مساله اخرى هو احداث فضاءات ترفيهيه ورياضيه وثقافيه لهذه الفئه هذه خاصه بهم، وهذا كان غياب ديال هذا النوع ديال الفضاءات. مساله اخرى هو انه الاسر اللي عندهم هاد الابناء ديالهم الاطفال في ذات اعاقه راهم كيعانيوا واحد المعاناه شديده جدا، بغيناكم خلال التنزيل ديال هاد الاجراءات باش نحسوا بالمعاناه ديالهم، لانه الا كانت واحد الام كترافق واحد الابن ديالها، كاين اللي انا عندي حالات اللي عندهم جوج ديال المعاقين في البيت، يعني كيعاني واحد المعاناه شديده، خاص الدعم وخاص هاد المحاور 4 اللي ذكرتوا لي في القانون الاطار باش يكون واحد التنزيل في اقرب وقت اللي يخفف المعاناه ديال الناس. شكرا. واهم شيء هو الحرص على تقليص الهشاشه. هل هناك من تعقيب اضافي؟ جواب برد السيده الوزيره. شكرا السيد الرئيس. بغيت نعطي مؤشر واحد على نجاعه هذا الصندوق باش نبقاو الصندوق، الا مشينا للقانون الاطاري يمكن غادي ننتهوا، والا الجواب هو السياسه العموميه المندمجه والمخطط التنفيذي الان اللي هو كاجراء هذه السياسه المندمجه. صندوق التماسك الاجتماعي كيقدم واحد المؤشر مهم خدمه للاطفال في وضعيه اعاقه في مجال التمدرس. اليوم نقدروا نتكلموا على 10,000 تلميذ في وضعيه اعاقه يستفيد من خدمات صندوق التماسك الاجتماعي، وهادشي ما كانش قبل، كان عندنا مشكله، كنا نقدروا نسخروا تقريبا واحد 17 مليون ديال الدرهم لدعم المراكز التي تقدم هذه الخدمات. اليوم كنقدروا نغطيو الحاجه الكامله للاطفال في وضعيه اعاقه، وهذا واحد الانجاز مهم بفضل صندوق التماسك الاجتماعي. وكنقولوا بان اليوم كاين كذلك مراكز خاصه لاستقبال الاشخاص في وضعيه اعاقه بفضل صندوق التماسك الاجتماعي. شكرا ونشكرك على مساهمتك في هذه الجلسه، ونمر إلى القطاع الموالي المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. مرحبا سيد الوزير. وسؤال أول لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيدة النائبة. السيد الوزير، اعتمد المغرب منذ 5 سنوات إضافة 60 دقيقة لتوقيته، وذلك بداية من فاتح أبريل إلى متن نهاية شهر أكتوبر من كل سنة. هذا المقتضى التدبيري الجديد خلف ردود فعل متباينة وسط فئات عريضة من المواطنين والمواطنات. لذلك نسألكم السيد الوزير عن الآثار المترتبة عن هذا الإجراء، وكذا عن وقعه على الإدارة المغربية. جواب السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة. فعلا كما تفضلتي هذا كاين واحد القلق، واحد الانشغال من طرف الرأي العام الوطني بالإضافة ديال ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، والحكومة متفاعلة مع هذا الانشغال. لكن نبغي نذكر في البداية بأنه هذا الإجراء تم اتخاذه بناء على النتائج ديال واحد الدراسة اللي كانت تمت في 2011، وهذه الدراسة اللي بينت على أن إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة في هذه الفترة ابتداء من بداية شهر أبريل غادي يمكننا من الاستفادة من ضوء الشمس لمدة أطول، كذلك سيمكننا من تأخير هذيك الساعة ديال الدروة اللي كتميز بارتفاع المتزامن للطلب الكهربائي المنزلي والإداري والصناعي. ومن بعد كان هناك إصدار المرسوم ديال 2012 اللي تم التعديل ديالو في 2013، لأن بعض المواطنين تعتقدوا انه في يوم الاحد الاخير من كل شهر مارس كتجي وزاره اصلاح الاداره والوظيفه العموميه وكتعلن على اضافه ساعه. هذاك البيان غير كيذكر المواطنين باش يضيفوها، لان كاين هناك واحد الاطار تنظيمي مرجعي اللي هو المرسوم. لكن خلال هذه المده كلها الوزاره كتوصل بنشرات اخباريه من طرف وزاره الطاقه والمعادن والتنميه المستدامه اللي كتبين الفوائد ديال اضافه الساعه فيما يتعلق بالاقتصاد في المحروقات، وايضا فيما يتعلق بالحد من انبعاث الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون. يمكن نعطيك فقط الرقم ديال 2017 اننا كنستافدوا يعني في الاقتصاد كنربحوا في الاستهلاك ديال الطاقه بما يقارب 9
و60 ميجاوات، وفيما يتعلق بالحد من انبعاث الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون حوالي 64 الف طن. وما نساوش ايضا تقليص الفارق الزمني بيننا وبين الشركاء ديالنا فيما يتعلق بالاضافه ديال هذه الساعه. شكرا. شكرا. تعقيب السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، في الجواب ديالكم كتقولوا فعلا بانه الفاتوره الطاقيه المغرب كيستفد من هذا الاجراء، ايضا الحفاظ على العلاقه مع الشراكه مع الشريك الاوروبي تحديدا، لكن اللي هو مؤكد سيد الوزير اننا اليوم المواطن المغربي كاين جدل حقيقي في المجتمع حول الاثر ديال هذا التوقيت على المعيش اليومي ديالو. ولذلك اليوم الا كان شي مطلب معقول هو انه خصو يكون واحد التقييم شامل للاثر ديال هذه الاضافه ديال 60 دقيقه على التوقيت الرسمي. ملي كنقولوا تقييم شامل يعني ما كيمشيش فقط للجوانب المرتبطه بالفاتوره الطاقيه، ولكن كيمس ايضا الاثار الاجتماعيه، الاثار الصحيه، الاثار النفسيه الى اخره. وهنا نسوق الدعوات التي ارتفعت مؤخرا المتعلقه بتكييف التوقيت المدرسي، على الاقل المفروض انه تكون واحد المرونه في التعامل مع هذا المعطى هذا. وكنتاسفوا ان الاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين وحنا في نموذج ديال الجهويه متقدمه هي يعني مكبله وغير قادره على تكييف التوقيت والايقاعات الزمنيه مع الخصوصيات المجاليه للمناطق التي تغطيها. ولذلك على الاقل لابد من تكييف التوقيت المدرسي. ثانيا لابد من الاسراع بتقييم شامل لهذا الاختيار، خاصه انه الجدل الان كاين في الاوساط الاوروبيه وفي البرلمان الاوروبي، هناك نقاش حقيقي لاعاده النظر في هذا الاختيار. شكرا سيد الوزير. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ تفضل سيد الوزير. ملائمه التوقيت المدرسي هذا حق مكفول، وبطبيعه الحال داخل في اختصاصات والمرجعيات القانونيه تتخول السلطات الجهويه تاخذ مثل هذا الاجراء. لكن شكرا سيد الوزير. كاين اشاره الى ان السيد الوزير شكرا لك. ونمر للسؤال الموالي لسيده الساده النواب من الفريق الاستقلالي الوحده والتعادليه. تفضل سيد النائب. الوزير، بعد سنتين من اعتماد بلادنا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نسألكم اليوم عن مآلاتها. جواب السيد الوزير. المملكة المغربية انخرطت في هذا المسار ديال الوقاية ومكافحة الفساد منذ عدة سنوات، لكن مع الدستور 2011 كان هناك واحد تحول نوعي، بحيث ان الدستور 2011 جاب واحد العدد ديال الفصول اللي كترسخ القواعد ديال الحكمه الجيده وربط المسؤوليه بالمحاسبه، وكذلك تعزيز قيم النزاهه في المرفق العام، هو ما التزمت به الحكومه الحاليه في اطار محورها الثاني في البرنامج ديالها. الاستراتيجيه الوطنيه لمحاربه الفساد هي مكسب مهم جدا، لانه جاب واحد المقاربه افقيه وعبأ فيها واحد العدد ديال الفاعلين، وخاصة بالإضافة للفاعل الحكومي هناك القطاع الخاص وهناك أيضا المجتمع المدني. الحكومة الحالية أول من النصوص الأولى اللي اشتغلت عليها وصدرتها كان هو المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد اللي كيترأسها السيد رئيس الحكومة. وهذه اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد عقدت قبل بضعة أسابيع الاجتماع الأول ديالها اللي تدرس فيه التقرير ديال الحصيلة المنجزات القطاعية والأفقية في مجال الوقاية وفي مجال محاربة الفساد في المرفق العام وفي القطاع الخاص. شكرا. شكرا. تعقيب سيد النائب. سيد الوزير، مع كامل الأسف التقارير الوطنية والدولية تبين هشاشة الجواب وهشاشة ما تم القيام به في هذا المجال. يجب أن نتذكر طويلا أنه الشباب المغربي خرج سنة 2011 مطالبا بإسقاط الفساد، وقدمت وعود ورفعت شعارات، وبإقرار السيد رئيس الحكومة السابق المنجز في هذا المجال كان ضعيفا،
وبعد كل هذه السنوات وبعد كل هذا الطموح ما زالت الحصيلة تراوح مكانها. هناك تضارب للمصالح، هناك الفساد الكبير، هناك قطاعات ذات أولوية، هناك عدم إعمال لمضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هناك بطء حكومي كبير ومهول. كل هذه الأمور، الفساد في بلادنا اليوم عائق أمام الديمقراطية، عائق كبير، عائق أمام التنمية. والحكومة التي تبدو أنها عاجزة في العديد من المجالات، يبقى الفساد من بين المجالات الكبرى التي يتعين عليها أن تتجاوز الشعارات وأن تتجاوز الكلام وأن تتجاوز الكثير من الوعود. شكراً. لتتصدى عمليا لهذا الوباء. شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي؟ العدالة والتنمية. سيد الوزير، أولا لابد أن نهنئكم على هذه الاستراتيجية، طبعا إلى جانب الدستور كالاتفاقية الدولية اللي صادق عليها المغرب وكتلزموا بأنه خصو يدير هذه الاتفاقية. أنا غنتير معكم جوج القضايا. أولا، المجتمع المدني غير ممثل إلا بترونسبارونسي، في حين أن ذاك السيد الرئيس راه هو رئيس جمعية برلماني ضد الفساد، وهذا المتكلم اللي تكلم عضو هذه الجمعية ديال برلماني ضد الفساد، واللي كانت سهرة مع السيد الوزير السابق وخدمت معاه هذه الاستراتيجية غيبتوها اليوم. اليوم درتوا المرسوم، درتوا اللجنة الوطنية، اللجنة الوزارية، إلى غير ذلك، ما كاينش المجتمع المدني بما فيه جمعية برلماني ضد الفساد. هذه الأولى. الثانية هو هذا الشيء، إذا كان غادي من حيث المالية ديالها مليار ونص ديال الدرهم، 150 مليار سنتيم، راه بزاف. خصو يتوضح للمغاربة كيفاش حنا غنحاربوا الفساد بواحد التمويل اللي هو كبير من هذا الحجم ديال مليار ونص. شكرا. رد السيد الوزير. مع الأسف لست متفقا مع السيد النائب اللي كيقول بأنه ما كاينش إرادة وما كاينش عمل. التجارب الدولية في محاربة الفساد بينت بأن أسوأ طريقة لمحاربة الفساد هو التهويل وتبخيس عمل المؤسسات. ما يكفنيش الوقت باش نوضح لك. تكلمتي على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد اللي اجتمعت مؤخرا في فيين وترأس فيها الوفد المغربي، وكان فيها تنويه كبير بالجهود اللي كتبذلها المغرب، مجتمع مدني وقطاع خاص وحكومة، والإجراءات معروفة. خرجنا البوابة ديال الشكاية، معالجة الشكايات وتدبيرها، وصادقنا في هذه المؤسسة على القانون اللي كيضمن حق الوصول إلى المعلومة التي هي في حوزة الإدارة. بالنسبة للمجتمع المدني، السيد رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم عين ممثلين على المجتمع المدني، ماشي ممثل واحد، اللي هو ترانسبرانسي المغرب وهو الشبكة الوطنية لحماية المال العام. شكرا سيد الوزير. شكرا لك وشكرا لكم على مساهمتكم سيد الوزير في هذه الجلسة. ونمر إلى القطاع الموالي، قطاع الاقتصاد والمالية. مرحبا سيد الوزير بسؤال آني لفريق الأسرة المعاصرة. تفضل أحد السيادة السادة وفريق الأسرة المعاصرة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، عن شفافية نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية نسائلكم. تفضل سيد الوزير. هذا السؤال، وكما تعلمون تعتمد منظومة الصفقات العمومية ببلادنا على مبدأ حرية الولوج إلى الطلبات العمومية والمساواة بين المتعاملين، وتركز وتعطي أهمية خاصة لتسهيل ولوج المقاولات المغربية خاصة المتوسطة والصغرى منها. وفي هذا الصدد، المرسوم ديال الصفقات ديال 20 مارس 2013 التي تعتمد الإدارات العمومية وبعض المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، كيكرس هذا الاهتمام بأولا إتاحة الإمكانية لصاحب المشروع بالتنصيص على منح الأفضلية للمقاولة الوطنية في حدود 15% كتزاد على المقاولة الأجنبية. ثانيا، إلزام صاحب المشروع بتخصيص 20% من المبلغ المتوقع للصفقات برسم كل سنة مالية موجهة للمقاولة الوطنية الصغيرة والمتوسطة. ثالثا، التنصيص على تحصيص الصفقة، يعني كيقسموا ذاك الصفقة من خلال طبعا أجزاء باش نشجعوا المقاولة الوطنية
رابعا التنصيص في دفتر الشروط الخاصه على التعاقد من الباطن لا سوتريتونس ايضا من اجل تشجيع المقاوله الوطنيه، واخيرا تبسيط مسطره ابرام الصفقات العموميه من خلال اعفاء المقاولات من تقديم الشهادات والمراجع التقنيه التي تثبت تجربتهم وانجازهم للاعمال المشابهه الا بالنسبه للصفقات الكبرى. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تعقيب السيد النائب. تفضل سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. طبيعة الحال السيد الوزير الهدف من طرح هذا السؤال هو اولا تشجيع ودعم المقاولات والشركات المتوسطه والصغيره. كنلاحظوا حاليا السيد الوزير بانه ما درتوش واحد التقييم لهذا المقتضى هذا ديال مرسوم الصفقات العموميه فيما يخص الافضليه الوطنيه، لان المقاولات المتوسطه والصغيره الى شجعناها غادي نشجعوا امتصاص جزء كبير من البطاله. ايضا السيد الوزير تنطلبوا اضافه تحفيزات اضافيه لهذه المقاولات هذه، وثانيا ضروري الاخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي لاعطاء الصفقات. اليوم تنشوفوا كاين الافضليه الوطنيه، ولكن حتى الافضليه الجهويه هي خصنا ندخلوها بعين الاعتبار، ناخذوها بعين الاعتبار. علاش؟ لان اليوم تنلقاو بانه مجموعه من المقاولات المحليه والجهويه ما كتستفدش من الصفقات اللي كتكون في هذيك الجهه، الشيء اللي تيخليها عرضه لمجموعه من الخسائر، مجموعه من المشاكل الهيكليه، مشاكل ديال التسيير، الشيء اللي تيخليها انها كتسرح واحد العدد كبير من المستخدمين. اذا لازم السيد الوزير اولا مراعاة هذا المشكل هذا، وثانيا بغينا ايضا ربما هذا المرسوم الصفقات العموميه خاصه مراجعه ويكون تكون واحد الملائمه مع القانون التنظيمي للجهات. وشكرا سيد الرئيس. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ رد السيد الوزير تفضل. انا متفق معك، الا كانت مراجعه يمكن تكون مراجعه معكم بتشارك، ولكن ايضا كاين واحد الجانب اخر، خص المقاوله بعد اولا تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطه، هذا لا يعني متفق مع كل متفق عليه، ولكن ايضا تشجيع التنافسيه ديال المقاوله، تشجيع حل المشاكل المتعلقه بالخزينه ديالها، حل المشاكل المتعلقه بالمساله ديال سوق الشغل. يعني المقاوله خاصها توضع خاصه المقاوله الصغرى والمتوسطه في صلب هذه الاهتمامات. الجانب ديال الصفقات ما هو الا جزء وجزء مهم من اجل تشجيع هذه المقاوله الوطنيه. شكرا سيدي الرئيس. شكرا. ونمر الى سؤال آني لفريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد. تفضل سيد النائب. السيد الوزير، على التهرب الضريبي أسائلكم. شكرا. تفضل سيد الوزير الجواب. سؤال قصير والجواب غيكون شوية طويل. أولا محاربة الغش والتهريب الضريبي من أولويات العديد من الحكومات. راه وافقتوا على واحد القانون اللي كان مشروع بقانون بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه اللي كتحاصر كل المواطنين ديالها عبر العالم في محاوله لمحاربه الغش والتهريب الضريبي. في بلادنا الحكومه كتعطي لهذا الورش اولويه كبرى، والظواهر ديال الغش والتهرب الضريبي عندها اسباب ومسببات وهي اشكال وانواع الى اخره. بغيت نذكر لكم هي اربعه ديال الرافعات. الرافعه الاولى تتعلق بتخفيف العفء الضريبي وتبسيط المساطر عبر تشجيع المقاولات على أداء واجباتهم في إطار تكريس المساواة بين الفاعلين الاقتصاديين ونشر ثقافة المقاولة المواطنة. وكمثال على ذلك كل الإجراءات اللي خديناها في قانون المالية، خاصة قانون المالية 2018، منها الضريبة التصاعدية على الشركات، منها نظام تحفيزي للمقاول الذاتي، منها مراجعة المدونة العامة للضرائب باش نبسطوا الأمور. ثانيا تشجيع الملزمين على اداء ما بذمتهم عبر التسهيلات التي تقوم بها مديريه الضرائب. والمبادره الاخيره اللي ان شاء الله هذا العام تنتظر منها النجاح، اللي هي المبادره مره اخرى من اجل الاعفاء من الغرامات والفوائد الى اخره من اجل اداء ما بذمه هذا الملزمين. ثالثا تبسيط مساطر الاداء عبر الثوره الرقميه التي قامت بها مديريه الضرائب. دابا يمكن لي نقول لكم ان تقريبا 100% ديال التعامل مع مديريه الضرائب تتم بطريقه الكترونيه 100% بما فيها الشكايات والاجوبه والتبليغ والتحصيل الى اخره. هذه وفرت لنا حوالي 1000
موظف اللي كانوا كيشتغلوا في يعني في 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 يعني في مهام يعني لا تليق بهم اللي غادي يتوجهوا كلهم للرافعه الرابعه اللي هي تشديد المراقبه وسد الثغرات القانونيه. ومن بينها الاجراءات كما قلت لجنه القانون الماليه عبر تثبيت رقم التعريف الموحد للمقاوله على جميع الوثائق، عبر تحديد ذاك مبلغ التكاليف القابله للرسم في 10,000 درهم يوميا عن كل مقاوله وعن كل مريد، عبر التنصيص على الزاميه تقديم بيان سنوي للمبيعات مفصله حسب الزبناء. بغيت نقول لكم ان مديريه الضرائب تحاصر وتحارب كل المتملصين. شكرا سيدي. شكرا. شكرا سيد الوزير. هل تعقيب السيد النائب؟ شكرا. شكرا سيد الوزير. انا اليوم لا اريد ان اناقش معكم المقاومه الضريبيه التي هي عاديه بالنسبه لكل منظومه اقتصاديه، كما انني لا اريد ان اتطرق الى الميادين الغير مهيكله لانها تستلزم دراسه اجتماعيه واقتصاديه قبل ان نتحدث عن الضريبه، ولكنني اريد فقط ان الفت نظركم الى موضوع الميدان المهيكل او الشركات المهيكله، حيث أن المراقبة الضريبية تحدث ضغطا كبير على شركات معينة وعلى قطاعات معينة، بينما هناك قطاعات أخرى لا تقوم فيها الدولة بالمراقبة التي تستلزم عليها، وهي مثلا المصحات المختصة ومؤسسات التعليم الخاص التي ما زالت فيها معاملة تجارية تشوبها بعض الغموض، يعني فيها النوار. وإني أطلب منكم سيد الوزير أن تعملوا على عدالة ضريبية أنجع، كما يجب تلميع صورة مصلحة الضرائب لكي تتغير العقليات ويصبح المواطن فخور بأداء ضريبته. شكرا سيد الوزير. هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب إضافي. نشكر سيد الوزير على مساهمته معنا ونمر إلى قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية ونرحب بالسيد الوزير بسؤال لفريق الأصالة والمعاصرة. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم سيد الوزير عن التدابير والإجراءات المتخذة بغاية التحضير الجديد لموسم الحج المقبل وللتأطير ومواكبة الحجاج المغاربة لهذه السنة. جواب سيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون، سيد النائب المحترم، أشكرك على سؤالك. كما تعلمون قضية الحج فيها التوعية والإرشاد، فيها التأثير الإداري والطبي والعلمي، فيها النقل الدولي والمحلي، فيها السكن، وفيها التنقل والإقامة بالمشاعر. بمعنى هنالك ترتيبات على المستوى الوطني وهناك ترتيبات مع السلطات السعودية. بالنسبة للمستوى الوطني هنالك دورات تدريبية للحجاج، وهناك توعية إدارية لأطر الوزراء والتوعية الصحية بالاشتراك مع وزارة الصحة، وبرامج إنتاج وصلات إعلامية لمراحل الحج بالخصوص، والتنسيق مع وزارة الصحة في هذا الباب، والتحضير مع الشركتين الناقلتين، والتنسيق مع وزارة الصحة، وانتقاء المؤطرين المرافقين بمعدل مؤطر لكل 70 حجا. بالنسبة للديار المقدس، التنسيق مع السلطات السعودية، وقع الاجتماع السنوي مع السيد وزير الحج، وتحددت المسؤوليات مع الجهات السعودية فيما يتعلق بترتيبات القدوم والنقل، وتوضع الإطار العام للسكن والتغذية، وتوضع الترتيبات لسلامة الحجاج أثناء التفويج في جسر الجمرات، والترتيبات الضرورية للإقامة بمكة، والترتيبات لتوفير ناقلات شحن الأمتعة، وكذلك ترتيبات المسار السريع بمطار جدة بالنسبة لتنظيم الحجاج ديال يعني التنظيم الرسمي. كل هذه الترتيبات وقعت طبعا بالاستفاده من جميع التجارب ديال السنوات الماضيه. شكرا. تعقيب سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، كما كتعرفوا ان الحاج العادي تيخلص 50,000 درهم لاجل واحد الخدمات تقدم له، ولكن هذيك الخدمات اللي تتقدم له لا في اطار يعني المرافقه للخدمه في الترتيبات للنوم وللسكن وللاكل، ولا حتى في التاطير المواكبه الدينيه. كما نقول لك سيد الوزير ان العام اللي داز في مخيمات منن كانت في رقم المخيم رقم 110
يضم 14 خيمة، وكان العدد كثير جدا، وزيد ناهيك عن محتلين آخرين من أجانب أخرى. شكرا للسيد النائب. هل من تعقيب إضافي؟ إلا كان من رد سيد الوزير عندكم شي رد؟ القضية ديال المينان أولا مسألة كتعلق بالمساحة اللي كتعطيها السلطات السعودية، يعني بالنسبة لهذوك اللي كيتزادوا راك عرفتيهم منين كيجيو. هذا شكرا. شكرا، تقبل الله مناسك الحجاج. شكرا للجميع ورفعت الجلسة.